مرحبا عسلمة لؤي، عسلمة عسلمة ولي جست لؤي. آخر حاجة رفريشي باش نسمعوك كي تحت. اف 5 اف 5 اف 5 ما نسمعوا فيك، لا ما نسمعوا فيك. اف 5 لؤي. دونك مرحبا بالناس الكل، مرحبا بسارة، مرحبا بياسر، مرحبا بلؤي. نبدا نعرف بروحي اول حاجه. انا سيريل بير اي ووتش، صديق كي بوبكر اي ووتش زيادة. دونك باش نحاولوا نكونوا نحن لي موديراتور نتاع البانيل هذايا. باش يكون معنا في البانيل هذايا ياسر مشات، ساره بن علي، لؤي شيرني. دونك باش نحاولوا نحكيوا على لؤي تسمع فينا. اي مرحبا بك. دونك باش نحاولوا نحكيوا على صناعه المحتوى، الكونتنت كرييشن. اليوم فما ان ديبا كبير على الانفلونسرز واللي كرياتور دو كونتينو. اسكو سي تون كونسيديري، اسكو سي كونسيديري ان طونك خدمه اليوم ولا هوايه. دونك باش نحاولوا نحكيوا على دومين جديد هذايا. مي بون، انا حبيت نبدا البانيل بكلكو ستاتيستيك خدمتهم اي ووتش في الموضوع هذايا على الالترناتيف ميديا. ستاتيستيك الاولانيه اللي 57.8، دونك اوزالونتور نتاع 88 بالشباب مستعدين انهم يستثمروا في الالترناتيف ميديا على انهم يدخلوا يحاولوا يصلحوا الاعلام التقليدي من تلفز وراديو اتسيتيرا. اكثر من هكا فما ما يقارب على 90% من الشباب يعتبروا انه الشباب اليوم ممثلين في الالترناتيف ميديا اكثر من انهم ممثلين في الاعلام التقليدي. 65% دي فام كيف كيف يعتبروا انه التمثيليه نتاعهم صحيحه موجوده في الالترناتيف ميديا، ماهيش موجوده في الاعلام التقليدي. دونك الحاجات الاستاتستيك هذوما اللي تحط وصلت لهم الاي ووج في الاتيود نتاعها، دي شيفخ الحق من عند الشباب نعتبروهم عاديين، اما زيدا يحطوا شويه بريسيون على الكونتنت كرييترز، بريسيون دون لو سونس في ريسبونسابيلتي في الكونتينو اللي قاعدين يقدموا فيه في تواجههم الى الشباب. دونك في الاطار هذايا حبينا نستدعاو ياسر وساره ولؤي باش نحكيو شويه على الكونتنت كرييشن في تونس اليوم. دونك ماذا بينا يكون هكا ان ديبا فاني و دي كونتراكتي كو بانيل بوكا نتاع ماهمش الشباب بوكا. سيرين حط الكوست خاصة لو ما انا ماهمش تاكل قول لازم نحقوا وعود سيرين. واو. ما نحشموهاش مع الاودينس نتاعك. مع الفولورز مش غير ما قداش عندي فولورز راهو. دونك مرحبا بكم انكور اون فوا. اول حاجه نحب نمر لكم ليكم انتم الكلمه، ساره لؤي ياسر، باش تعرفونا برواحكم، شنو هو الكونتينو اللي قاعدين تقدموا فيه اليوم للشباب، كيف علاش اخترتوا لي تيماتيك اللي قاعدين تخدموا عليها اليوم، واسكو فو كونسيديري الكونتنت كرييشن اليوم بالنسبه لكم انتم ان طونك ميتيي والا اتس معناها حاجه انتم تحبوا تخدموا عليها دونك قاعدين تخدموا فيها. Boys first. والله ياسر first. نعطي لسارة الكلمة الأولى. مي سارة مش تقعد معنا برشا. بيه الله يبارك فيك. سامحوني على الحس اللي بحذايا، ما نعرفش كيف تسمع فيا بيك ولا لا. نسمع بيك اسمع. الله يبارك فيك. أنا نحب نشكركم على الآخر على الانفيتاسيون هذايا. أي واتش اليوم ظهر لي خدمة برشا دي ويبينار إتسيتيرا. Le petit bémol que je pourrais émettre par rapport à ça, je ne veux pas être méchante, mais effectivement, les webinaires l'offrent, manque de parité. iWatch, ma frère Altouns, à la transparence, à les enquêtes, les traits de à la data, on manque à l'heure de data, y compris pour les institutions, manière d'Aula, à Datamel, Datamel, fille des études, etc. Sans data, on ne peut pas réformer d'Aula Tounsé, ou Ahna Maranich des données, Maranich des statistiques. Donc merci beaucoup à les chiffres qui ont été mis en place. Le panel de représentativité, effectivement. Le panel, il y a un peu de temps, 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 il y a une personne queer, il y a une personne noire qui travaille dans la culture. Ça, c'est dommage, effectivement, pour une organisation qui a été mis en place. Et nous, on aime Tunis, être inclusive au maximum.
Donc ça c'est le petit bémol que je pourrais mettre, سامحوني معناها, mais voilà, il faut le dire. الحاجة الثانية, merci pour l'invitation à la خاطر contrairement à Louaï ou Yasser, انا journaliste. قريت حقوق, عملت قانون دولي وقررت اني باش نعمل صحافة من بعد على خاطر non seulement je veux faire de l'information, mais aussi je voulais pas travailler dans un domaine اللي عندي فيه dépistant. معناها je viens d'une famille de juristes etc. Et du coup, في الميديا مش نلقى حد لا في فرنسا لا في تونس باش نعمل على روحي باش نخرج من البريفيليج دو كلاس والبريفيليج دو نتاع الستاتور اي سيتيرا. سي بور سا كو اخترت الجورناليزم. وقت اللي جيت باش نختار الجورناليزم يافي دو شوا, سوا نعمل ايكول دو كوميرس جو سوي نضمن على بلاصتي اي سيتيرا, سوا نخدم جورناليست اللي نعرف اللي هي خدمه انها باش تموت اليوم. وحنا اليوم نحكيو على لي نوفو ميتيي دو ديجيتال, نحكيو على لي نوفو ميتيي كي امبوش اليوم. جورناليزم نمبوش با. Il faut que vous le sachiez. Effectivement, il y a de la concurrence sur la création de contenu. Et là, l'Youm fait Tunis, par exemple, nous avons fait la création de contenu, nous avons fait le cinéma de Mortaoui. À la khater, Tetlaz, à la khater, les rédactions, elle est aujourd'hui, les rédactions officielles, et donc elle est aujourd'hui, malgré l'ensemble des médias, mais en tout cas, la radio fait Talza, surtout fait Talza. C'est terrible, malgré ce qui se passe dans les médias, ne correspondent pas à une plateforme. Là, je m'exprime fait. معناها كيما تعرفوني انا مقاوشة شوية ايكونوميكمون, مقاوشة شوية في الواحد نتاعي, معناها في ما مانيير دو فوار لي شوز نسوية كيما تعرفوا. جو نو مو كاش با دو تو بور لي كيسيون دي مينوريتي اي كومبري لي مينوريتي دو جونغ لي مينوريتي سيكسويل لي مينوريتي لانغويستيك بور لي امازيغ اي الاقليات العرقية. دونك هذوما الكل لي زونغاجمون شكون الميديا اللي باش تخدمك اليوم في تونس باش تحكي على المواضيع هذوما. Donc c'est pour ça que en Alium entre le journalisme officiel en quelque sorte les qaraou li fi fi le madrasa nta sahafa ou mabinet sina3at el mahtawa li hiya c'est une plateforme qui te permet une liberté extraordinaire. Ama en tant que mania journaliste في début de carrière mta il lazem li zada نقعد فك الكوتي كلاسيك معناها لؤي وياس اي سيتيرا اي فون بوكو دو كي يعملوا المونتاج نتاعهم سي بلوتو ديناميك نشوف الخدمه نتاع بيكي زاد نحييها من هنا وسي ميشيف اي سيتيرا سي اكستريمون ديناميك حسب اون ايتود خرجت ان 2019 قول لي 8% من العباد اليوم في اللي كونسوميو في الديجيتال ما نجموش يركزوا اكثر من 8 سكوند 8 ثواني. دونك ce qui veut dire que en fait li yexdem fi lui yesser mzyan w yowsel el ma3louma w surtout ana yesser farhana bikom mftakhra bikom ala khater na3tabr li yemkin el jil mta3na ana omri el youm 28 sna mani 10 snin ba3d el thawra dhal li we failed you en quelque sorte ma najemnech nwaslou el ma3louma ma najemnech nadrbou alaykom ma najemnech nhadrlkom el mustaqbel el lazem w el platform officiel li معناها انت كcreateur de contenu ولا كjournaliste ماهيش خدمتك انك تلوج على السبونسر, ماهيش خدمتك انك تلوج على الفلوس باش تدخلهم وتخمم على الاوديمات. انت خدمتك انك توصل المعلومه, خدمتك ممكن في الانترتينمنت زيد سي تري انتريسون اي سيتيرا, لكن فما دي كوميرسيو فما العباد تاع ماركتينغ هما اللي خدمتهم انهم يجيبوا الفلوس باش يخلصوك باش الخدمه اللي تخدم فيها هذيك حتى سي تان ترافاي. Même si tu n'es pas payé pour ça, c'est un travail énorme. Et là, je trouve Louaï qui fait chez Hadr les émissions, qui fait chez Hadr la rubrique 4 minutes ou la 8 minutes, chez l'article géopolitique, fait le Hal, Moufitoun, ce qui fait chez Mané, je te fais ma Kalem Moubas. Je suis vraiment fascinée. Bravo Louaï, bravo Yasser. Al-Khad Malitech Moufiha, je ne veux pas monopoliser la parole, donc je vous passe le flambeau. يعيشك سارة pour cette petite intervention. Donc لؤي ولا ياسر قبل ديسي ديبو دونك نمشيو لياسر بعد نرجعوا لؤي. مدبا لؤي يطيش لنا في الكورة. مرحبا بكم الناس الكل. Thank you Sarah for introducing yourself for this mini speech ولا mini talk على الجورناليزم وشني علاقته بالcontent create creation وخاصة في تونس بالتحديات اللي عنا الكل في الصحافة. وكما قلت انت الصحافة عامة مشكلة مش في تونس في العالم كامل, قاعدين نشوفوا انه الصحافة اللي ذات جودة قاعدة تطيح في اكبر المؤسسات الاعلامية. خلنا قبل هذا كل خلنا نعرف بروحي. ياسر بديت نعمل فيديوهات عندي توا 5 سنين. حاليا نخدم مع عن كوميونيكيشن سبيشاليست, وقرايتي قريت في الليزام كمبيوتر ساينس اند مالتي ميديا, وقريت عام في ابستيت نيويورك ميديا كوميونيكيشن.
دونك عندي سمول باكراوند على الميديا وعلى الجورناليزم وعلى عالم الاعلام كما يقولوا، و حبش ان معناتها نحن تبركل عنا ساعتين مع بعضنا وان شاء الله العباد ما تقلقش. باش نعمل كل الافكار كي على غفله قبل ما نبداو في الاسئله، قبل ما نبداو في الحديث المعمق. مهنة صناعة المحتوى في تونس معناش حتى عامين، عام ونص من بدينا نقرقشوا فيها، تقرقيش. مازلنا ما نحكيوش على في رأيي أنا، مازلنا ما نحكيوش على مهنة، مازلنا ما نحكيوش على قطاع، مازلنا ما نحكيوش على حاجة منظمة. نحكيو على نحن تونس ديما الرفلي، ديما تونس. خلينا نقولوا العالم مثلا الأوروبا والأمريكا، تصير حاجة قبل 5 سنين وقتها تصير في تونس، تحس نفس الأسئلة وتحس نفس المواضيع اللي قاعدين نحكي فيها تحكيوا قبل عندهم 5 سنين، اللي شنو هاليوتيوبر وشنو مهنة صناعة المحتوى. والتوى في تونس ما زلنا نسألوا اللي برا في الأوروبا في أمريكا دي جات عملت قوانين، مثلا حتى نحكيوا على التاكسيز وعلى نحكيوا على مش نقابة، على حاجة تنظم العباد هذم، وعلى مثلا على بطاقة الصحفي. نحن في تونس تعطى على الصحفيين وانت كونتنت كريتر ما عندك حتى صفة في الشيء هذا. معناتها نحن في تونس ما زلنا في مرحلة الأسئلة، وما زلنا في مرحلة في الواحد حتى اللي حتى مش المرحلة متاع الإجابة عن الأسئلة، في المرحلة متاع طرح الأسئلة. دونك رأيي معناتها هذا رأيي في الانترودكشن، اللي ما زلنا فقط معناتها نعطي الكرة للأخ المناضل لؤي. هاي تفضل سي لؤي. واو مرسي بوكو بالرسمي على الانفيتاسيون هذه. انا ديما نحب نحكي ثرثار اما جدير بالصداقه الحقيقه. مرسي بوكو صار ياسر سيرين وسي صديق. بالنسبه لكرياسيون دو كونتوني كيف اي حاجه اخرى في تونس، كرياسيون دو كونتوني فيت الدوله، والدوله مازالت واحده التالي. يعني ما خلينا ما نختلفوش، وان الكرياتور فما دي كرياتور دو كونتوني تاع قاعدين يدخلوا في برشا فلوس، اما همش ديكلاري على خاطر ما عندهم حتى ستاتو، ما عندهم حتى شيء، وهما بيدهم يحبوا يديكلاري ويحبوا يكون عندهم ستاتو كيلك سوا فيزافي للمجتمع، خاطر المجتمع رافض صناعه المحتوى نوعا ما، يقول لك اي ونحب نولي كرياتور دو كونتوني وكل شيء. ياما فما كورون في المجتمع يقول لك شنو هي الكرياسيون دو كونتوني، وشويه مفرخ قاعدين يلعبوا فازت هذوكم. اما خلينا نقولوا انه الكرياسيون دو كونتوني في تونس واللي هي نستغرب على الاخر داير وصار ياسر دنيرمون زاد خلطوا على الحركه ذي، وانه في بلاد بوليتيسايز الفيسبوك نتاعها والسوشيال ميديا نتاعها ما عندناش دي كرياتور دو كونتينيو بوليتيك. يعني بيزار على الاخر اني نلقى روحي وحدي كوم كرياتور دو كونتينيو بوليتيك، واصلا وليت حتى كنقابل هكا بنات ولا عباد انتريسون ينجموا يكونوا دي كرياتور نقول لهم امان، ما نحبش نكون وحدي، ما نحبش ناكل السب وحدي، ما نحبش ايجيو اعملوا كونتينيو على خاطر سي ايبر فاسيل. وفما فما فما بزوان، يعني مثلا ياسر كيخدم على انفستيغاسيون مع كادريم لقى برشا تجاوب على خاطر الميديا الكل شد حقيقه واحده، حاولت انها تصنع حقيقه واحده للشعب، وياسر تو سامبلومون جي عطى فيزيون اخرى. كيف اللي نعملوا فيك سواء انا ولا سار الاكسبلينر، انا قاعدين نفسروا شنو صاير. تونسي بومباردي بالانفورماسيون، يعني الصباح تلقى استقاله رئيس حكومه، العشيه تلقى المحكمه الدستوريه، في فلوس تلقى مظاهره، دونك فما انورمي مود دانفورماسيون، ما فماش شكون كونيكسيون قصه عنده رجعت ارجع من ما فماش شكون، ارجع بقصير من ما فماش شكون، كملنا الجمله ذيك. اسمع قعدنا بروفيز دونك نجيش نرجع تقول لي ما فهمش كون، انا ما تفكرش اصلا شي قلت. دونك تضغط العباد باش يعملوا كرياسيون كونتينيو، وانهم معناها يحكيوا على السياسه وكل شيء.
انا واحد من الناس راديكال اون تيرم دو كرياسيون دو كونتينيو، على خاطر ام بيك يعني مش اي واحد، ما نحبش اي واحد نعطيه الصفه نتاع كرياتور دو كونتينيو مالوريزمون، مع انه الببليك هو اللي حدد شكون كرياتور دو كونتينيو، وتو سامبلومون اتس فري اتس ديجيتال. اما المشكل هو انه نرجع كيف ما فماش كاليتي تو في الميديا والمينستريم والجورناليزم وكل شيء، حتى في الكرياتور دو كونتينيو راه ما فماش كاليتي واو يعني اون مانك تاريخ ثقافة سيونس إيكونومي برشا حاجات هذم الكل، والعبيد تمشي للحاجات اللي تحاول ذي مونيتيزايز فاسلي يعني اللي دخل فلوس، مثلا الفاشن نعرف برشا بنيت أنا اللي the interesting ما يقولك ليه نخدم فاشن وبوتيرهم نجم نخدم بهم وكل شيء. دونك il considère الكرياسيون دو كونتوني كخدمة على خاطر فيها برشا فلوس يعني فيها برشا، ما نحن كديكرياتور دو كونتوني في البوليتيك ولا سيونس ولا الإيكونومي اللي صعيب باش تجيب فلوس من الحاجه هذيك على خاطر فماش براند باش تخدم معاك ولا عباد باش يخدم معاك. دونك كيف ما قلت ساره قبيليك، الدوله بعثتنا كومبليتمون اللي نورمالمون في بلدان اخرين تلقى اكسيسيبيليتي، تلقى عباد تعاونك، تلقى فما هكا ايكو سيستيم، وفي بلدان اخرين فما دي كرياتور دو كونتينيو وصلوا حتى عملوا دي ديبا مع مترشحين للرئاسه، ووصلوا حتى عملوا دي ديبا مع رؤساء. دونك سي ايبر بيزار انه في تونس الكوميونيكاسيون تاعنا مازلت كلاسيك، مازلنا العالم فايتنا ونعرفوا اللي هو فايتنا، اما نحن كمان قاعدين هنا راضين بالواقع. والحقيقه هو انه فما دي مونوبول كيسوا في الكوميونيكاسيون ولا في الميديا اللي يحبوا الحكايه تقعد اكيكه، ويحبوا يستغلوا البوز ولا النجاح نتاع دي سيرتان كرياتور دو كونتينيو. ولاحظوا انتم الكرياتور دو كونتينيو اللي يمشيوا التلفزه يا يتحرقوا ولا يا يتضربوا يا يطيحوهم على خاطر الماكينه تو سامبلومون دقدقهم. انت بيدك مشيت لصحري بحري دغنيغمون وطلبت زادة صحري بحري I know اي اما صحري بحري اما صحري بحري بدي ازلترنت ميديا بدي يوتيوب، وانا راني مانيش كونتر، انا واحد من الناس مانيش كونتر كان نمشي للتلفزة، اي اوتي باش اخذت بيه للعباد مانيش كونترو. ودايره هذاك انا علاش مشيت نويت تو سامبلومون، مانيش كونتر التلفزه، اما كونتر كيفاش التلفزه قاعده تتعامل والريداكسيون تاع التلفزه، وكيفاش فما بريسيون كبيره تاع انك تجيب فلوس كجورناليست. مش دورك انك تجيب فلوس تو سامبلومون، ماهوش الرول نتاعك، الرول نتاعك انك توصل الخبر، انك تفسر، انك تعمل برنامج، انك تعطي كونتينيو به للعباد، مش دورك انك تخمم كيفاش تجيب فلوس ولا تعمل كونتينيو باش يجيب فلوس. لؤي ان فيت الكلام تاعك احالني التساؤل، هو كحد انا بيني وبين روحي ديما نسأله، هو انه جينيرالمون في تونس عند العامه خلينا نقولوا لي بلوغور ولا لي كرياتور دو كونتينو اي سون توجور اسوسيي لي بلوغوز بوتي، دونك نقولوا انفلونسر على انستغرام جينيرالمون، مش تقليل منهم، مع كل واحد حر في الـ في الـ في الخدمه اللي يحب يخدمها، مي اون اسوسيي توجور الدومين هذايا لي بلوغور ولا لي بلوغوز دو بوتي الحل فاشن ايتترا. دونك كومون اون بو كاتيجوريزي الكونتنت كرييشن اليوم في تونس مقارنه بالعالم، علاش لي دومين الاخرين مثلا كيما لو دومين بوليتيك اللي انت بالاساس تنشط فيه لؤي ولا ساره، لو دومين اللي ينشط فيه ياسر زاده ماهوش ميدياتيزي ولا ماهوش بارتاجي برشا ما بين لي جون بارابور للدومين الاخر؟ اش كان واضح سؤال؟ الريبونس تاعي لولا سي ديجا قلت قبيليك، وانه فما مارشي في البوتي ولا في الفاشن، وانا فما عباد اللي تعرف تخدم في البوتي تعرف تخدم في الفاشن وتخلط الانفورماسيون ويخدموا they work hard تو سامبلومون. اما المشكل في تونس وانه فما بزوات مثلا عباد تقول لك كرهنا البوليتيك، اما تلقى دي جون اللي هما يحبوا يفهموا البوليتيك، يحبوا يفهموا جيوبوليتيك. الميديا المينستريم نتاعنا التونسيه ما تحكيش جيوبوليتيك، تحسنا في بابل، ما حدهم ليبيا الجزائر وكهو ما يعرفوش يحكيوا شنو صاير في اليمن، شنو صاير في امريكا، الجيوبوليتيك هذاك الكل ما عندهمش تو سامبلومون. سي مالورو انه التوانسه نحسوا روايحنا مسكرين على ذاك دو طون زون طون، تلقى انه التونسي ماهوش كونكتي في العالم، ما عرفش شنو صاير في العالم. دونك فما بزوا وانه العباد تحب تعرف،
اما اللي كانوا هما صعاب. علاش ما فهميش دي كرياتور دو كونتينيو في البوليتيك ولا في السيونس ولا في الايكونومي؟ على خاطر صعيب باش تمونيتيزيها. يعني عابد تخيل انت عابد مثلا يخدم داير ياسر تعدى بين اكسبيرينس زي عابد يخدم من 8 ل 7 بعد شي يروح يعمل كرياسيون دو كونتينيو. It's exhausting. يتعب على الاخر وتاكلك برشا من وقتك وبرشا مجهود نتاعك وبرشا من الفلوس. ومن بعد تجي بعد عام عامين تقول ما ربحت حتى شيء. فهمت؟ على خاطر اثرت ما كي تحب تعمل حاجه اللي انت مغروم بها كل شيء لازم تحولها مونيتيزايز باش نجم تعيش بها، باش نجم تطور من روحك، باش نجم تقدم كونتينيو ما احسن. مالوروزمون في تونس الكرياتور دو كونتينيو اللي حاولوا في الايكونومي اللي حاولوا في السيونس والا حتى في البوليتيك يخلط يعمل 6 اشهر وبعد يقول لك لا ما اتس نوت وورث ات على خاطر مش هيقدر روحه يعطي من جهده ومن وقته ومن فلوسه اكثر من اللي يرجعه. ونحب ولا نكره الكرياتور دو كونتينيو هي خدمه. كيفاش نقناها ونعملوا لها ديفينيسيون؟ الحقيقه انا بدي ام سيرشينغ فور ذا انسر. امام there is a need. ونتصور ياسر وساره عندهم برشا يحكي في الحاجه باش نجيوها. باش نجيوا على الحكايه نتاع التقنين نتاع نتاع الكونتنت كرييترز، المشاكل اللي قاعدين يتعرضوا لهم في تونس اللي ما يخليهمش يخدموا او يوصلوا خدمتهم كما هما يحبوا. نعرفش اسكو ياسر ولا صديق يحب يدخل قبل هوني بوتيتر اون ا بارلي ان بو سيرين دو الكونتنت كرييشن نتاع كسوا الانترتيننج اللي هي الاكثريه في تونس، والا البوتي والبيوع والشراء. يعني انو عبدي بروموتي ان ارتيكل بيتيت خوني لو اي انت قلتي مشيو للحاجه هذيك خاطر ايزي وين معناها ينجم في ساعه يلم اودينس وفي ساعه يدخل فلوس. دونك هوني بيتيت احنا اون ابروفي انو فما عباد تدخل فلوس وتعيش من الكونتنت كرييشن في تونس. ولا هل الميكرو نتاعك الميكرو لؤي سامحني جوست عاود على خاطر جليتش الصوت. دونك lorsqu'on parle de les blogueuses beauté ou l'entertaining انه العباد تمشي لهم خاطر فيهم الربح الساهل. دونك فما ربح في الكونتنت كريشن في تونس. معناها الكونتنت كريشن في تونس ولا تعمل في فلوس ولا تدخل في فلوس للعباد ولا بلوز او موان تعيش معناها في عباد ولا ايه. خلينا نتفاهموا ساعه وانه باش نكونوا صريحين وواقعيين، راهو عندنا دي كرياتور دو كونتينيو يخلصوا اكثر من الوزره نتاعنا. اوكي عندنا دي كرياتور دو كونتينيو، المارشي موجود، المارشي موجود. اما كيف ما قلت لك وان وكيف ما قلت انت داير، وانه مثلا الفاشن ولا الانترتينمنت اتس ايزير تو كونسيوم فور بيبل اولا، اتس ايزير تو فايند براندز كولابوريت ويز. انا مثلا درنير ما فما براندز اللي يخلط لي ايكو انه ما يحبوش ميم با يخدموا معايا على خاطر ام بوليتيكال. فهمت؟ فما عباد تخاف من البوليتيكس، فما عباد تقول لك هذا عبد يحكي في السياسه ما ندورش بيه وما نكلموش حتى شيء. دونك عندنا هذوما مانيش نقول الريعه البلوكاج في الفيروياج نتاع برشا حاجات. وياسر عنده 5 سنين في الكرياسيون دو كونتينيو، نتصور عنده برشا اكسبيرينس عاد بهم في الحكايه هذه. هو المشكل الاول اللي واحد مش في صناعه المحتوى كهومي في الاعلام عامه منيش تجيب الفلوس. والموديل الايكونوميك هو اللي يعطيك شنو المحتوى. كيف الموديل الايكونوميك نتاع البوتي هو اللي يمشي باش تشوفوا اكثر بيوري انوانس، باش تشوفوا اكثر يعملوا فيديو تضحك كل شيء، حتى هذاك اللي يجيب الفلوس. دونك هذاك مش يتشاف، دونك هذاك مش يجيب اكثر فيوز. دونك المشكل الكبير والمشكل اللي لازم بالحق نخمو فيه هو الموديل الايكونوميك. عبيد برا لقاو الحل انه في الموديل التسويقي. طبعا هل الصوت قاعد يتقطع؟ ما نعرفش اسكو عندي انا كهاو ولا عندك، مش واضح ياسر الصوت. تسمعوا فيا هكا واضح. المشكلة أنه الموديل الإيكونوميك مازال يعاني من برشا حاجات. الحل اللي لقاوه برشا ديش يوتيوب ولا كونتنت كريترز برا ولا أي إعلام يحب يعطي قيمة للعباد على خاطر جوست نحل بين قوسين حاجة كهلو. أي هو عبد يحب يعطي محتوى ينقد، المحتوى اللي ينقد سواء في السياسة ولا في المجتمع البراندز بتحس يوسي والإيماج بتاعها معه. حتى انت من انا نهار مثلا اللي ما على الهادري بعد نهار نخرج نعمل فيديو على التليكوم على التوب نت على اريد وعلى اي مزود بالانترنت
يساعدوه شوي يعمل إشهار ويعرف الآخر اللي منجم ننقضه في فيديو. دونك هذاك علاش صعيب برشا أنه براند تسوسي اسمها مع الكاتيجوري تاع الفيديوهات اللي نعمل فيها أنا ولؤي وسارة. الحل اللي لقاه برشا عباد هو السبسكريبشن موديل، أنه يبدأ عندك جمهور، يا أما تخرج له ميرش حوايج ولا مراول ولا فازات باش الجمهور هذاك يشريهم ويلبسهم، والا كيما باتريون والا دي سي تويب اللي الجمهور يدفع للكونتنت اللي باش يتفرج فيه. كي يبدا الكونتنت عنده جوده، كي يبدا الكونتنت فيه ادد فاليو، كي يبدا الكونتنت ينفع العباد وعندك جمهور خاصه متعبش الكونتنت نتاعك، وانت خلقت النيش الصغيره نتاعك اللي تستنفع من الحاجه اللي تعمل فيها، النيش هذيك مستعده اني تخلصك، مستعده اني تفينانسيك. الاشكاليه في تونس اللي حاجتين، العقليه هذه مازالت ما زلنا معلش العقليه هذه في الجمهور نتاعنا. في تونس استانسنا برشا بالحاجات البوبلوشي، استانسنا برشا ان نكونسوميو حاجه من يوتيوبر ولا كونتنت كريتور وما ندفعو حتى فرق، وحتى ولو الكونتنت كريتور هذاك تشرى انهار وعمل فيديو سبونسوريزي، باش تلقى 10 ولا 20% كومنتات، تربح في الفلوس من ورانا، تحب تربح قداش من قداش تدفعوا لك العباد هذوما. يقول لي معناتها This is what keeps us alive. This is what keeps the content. مش عم في شيء هنا كجمعية خيرية، مش عم في كمعناتها وأنا تصمي من فلوسي كل شيء و I get nothing. الموديل خليني نوقف. لكن المشكلة في العقلية، والمشكلة الثانية إن إحنا في تونس إلى حد الآن معناش المينز، معناش السيت ويب، ومعناش البروسيدور انه كيما سيت كيما باتريون، سيت اللي يخلي للتوانسه من تليفونه طف يخلص مره في الشهر مش 10,000 لليوتيوبر اللي يحبوا. معلش لي زابليكاسيون، معلش لي سيت ويب هذوما اللي يسهلوا العمليه نتاع ترانزكشن في الانترنت. دونك نصور مع في العامين في الثلاث سنين الجايين، وجدي بيان في العامين الثلاث سنين الجايين، خاطر مازلنا الرام مازلنا باش مازالت الامور باش تحل عن قريب، معناتها انه بشوي بشوي التوانسه باش يبداو يستعملوا الوسائل نتاع البيمون، ويبداو يبدلوا العقليه نتاع الصحافه اللي عندها جوده والمحتوى اللي عنده جوده. لازم العباد تفهم راهو المحتوى والجوده، المحتوى اللي ينفع راهو should be monetized و should be paid. انت تاخذ حاجه من اي سيت ويب تستعملها منها عبد ذلك. أرمحني ياسر شنعاب نفس عليك كما الصوت باقي قاعد يتقطع. جس خد تحب نسمعوك بالقدين. كات جيم تيه طايح هذاك تيليكوم حلبت بيه. طايحت له كات جيم. بيت أنا تونا نخرج حل الدرواجي دونك. تونا نخو عليك انا ياسر كوم سا انت تو لو طون باش تديكونيكت اي تريكونيكت. الحاجه اللي حبيت نقولها لياسر انه الخدمه اللي عملها على كادوريم ثم حتى ميديا في تونس ينجم يعملوا، على خاطر لي ميديا اليوم ديبوند دو سي بيرسوناج لا كي لي فينانس يعملوا لهم بروموسيون تاعهم ايتترا. هذيك علاش كيلو اي يقول انه هو ماهوش معناها ماهوش اي سانتيردي با انه يمشي للميديا تلفزه ولا راديو ايتترا. انا نحط الراديو على جنب خاطر الراديو فيها تخو تعطي، معناها فما حاجات باهي على الاخر وفما حاجات خايبه على الاخر، واحنا ننسيو ديما سيرفيس بوبليك اللي هو اذاعه الشباب واذاعه الثقافه ايتترا واذاعه الوطنيه اللي يعملوا في خدمه مزيانه، سوف كو مالوغوزمون معناها ما عندهمش ليكيب ديجيتال كي فابيك و سون با ميدياتيزي كيما موزايك ولا اي اف ام ايتترا. يسوفي جوست دو ميتر اون كاميرا اي دو باسي لو ميكرو باش انك تخرج الخدمه نتاعك على ديجيتال على فيسبوك حتى باللاب ستريم هذايا، معناها نعم في غيرنا تيتر انديفيدويل نجم تعملها rien du tout, juste un petit effort pour avoir un peu plus de visibilité. C'est là où l'OAI, par exemple, il n'a jamais rien. Il n'a jamais rien de l'idée. Quand l'OAI ou Yasser, le traitement qu'il a fait, Raoukadi, il se substitue un travail de journaliste professionnel qui a 20 ans. Une chose autre que j'ai envie de dire. L'OAI, tu travailles dans la géopolitique et tu travailles dans les événements du monde, tout ça, tu as tout à fait raison. Tu dis que nous sommes en train والمواطنين التوانسة مسكرين خاطر ما عندهمش aussi non seulement l'éducation nationale نتاعنا طايحه في المي en plus ما عندهمش الميديا اللي تعودهم ديجا باش يسمعوا دي سوجي سيريو وزيد تعطيهم الكونتينو اللي هو ينجم يقدم بهم وينجم يحلهم على العالم.
لكن انت ما مشيتش لاي ميديا، مشيت لنيويت، ونيويت هيستوريكمون بارلون سا ميديا ميليتان، راه سي اسوسياسيون هي مال فهمت. دونك ان فيت ما مشيتش العبد للشخصيه، نقولوا احنا ان بيرسونال اون بيرسوناليتي مورال اللي هي نيمبورط كو، عندها اون لين ايديتوريال بيان ديتيرميني. Il faut voir aussi, quand tu parles à de grands journalistes, y compris les Sgarbi ou la Sofiane Boufarhat, etc., ils vont te dire que le mouche la famille des Jouyoum, avec Alish Hamakris, qui est des chroniqueurs, elle n'a pas d'un éditorial bien clair. C'est pour ça que j'ai le chroniqueur et il gagne. Maintenant, le chroniqueur, il gagne. 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 La plupart du temps, les films qu'on a fait, il y a quelques exceptions. Donc, même si tu n'importe quel média, la chose à l'autre, elle est géopolitique. راهي تخدمت قبل في تونس، تخدمت في موزايك، في موزايك بلس افيك الياس الغربي اللي يعمل ان بوان كل ما يخرج على الانتين باش يعمل اون روبريك كيما بيغاسكي في فرانس انتر اكسيتيرا باش يحكي على جيوبوليتيك. دونك تعملت قبل مالوغوزمون ليكسبيريونس نا با بيردوري جو سي با بوركوا بيتيت بور دي ريزون دارجون كوم تي دي. هذاك علاش انا نعتبر اللي اكثر حاجه هو المرفق العام هو اللي نجم يقدم بينا دو سكوتي لا، على خاطر سي لو كونتريبيوابل اللي يخلص فيه معناها قاعد تخلص في الفيسك، دونك قاعد تخلص في تمزه الدوسيه والاذاعه الوطنيه باش انها تقدم لك الكونتنو اللي باش تطلع فيه في النيفو. الحاجه الاخرى بور لو موديل ايكونوميك، كيما حكيت لكم معناها انا سانسيرمون معناها ما نجمش نقول اللي لي بلوغوز مود اليوم لي انفلونسوز بلوتو قاعدين يعملوا في خدمه سهله، الخدمه هذيك ماهيش سهله الكوميرسيال ولا يخدم اليوم في الانستغرام وفيسبوك واليوتيوب وكذا باش معناها يبيع احنا البرودوي اللي يعمل فيه الواحد. دونك سي ان ترافاي كونسيكون اللي لا ديزولي. دونك سي ان ترافاي تاع كي تبدا كرياتور دو كونتوني راك تخدم في ست خدمات، معناها تخدم انجينيور صون، تخدم دي او بي تاع لوميير، تخدم رياليزاتور، تخدم مونتور، تخدم ماركتينغ ديجيتال اللي هي معناها قراو عليها في ليكول دو كوميرس خمس سنين باش تخرج ماركتور ديجيتال ايتترا. دونك ماهيش سهله، راه اون فوا تعمل لوديو فيزويل ولا دو لوديو راك تكري دو كونتوني، راهو سي با دو تو سامبل. دونك لو موديل ايكونوميك لهنا، انا خدمت بور مون بي اف، خدمت على البودكاست في فرنسا. دونك مشيت شفت لي بودكاستور بروفيسيونيل اللي يخرجوا من عند سليك بوان اف ار ولا من عند وي ميديا ولا فهمت، هذوك هما ولا بينج اوديو، هذوك هما لي بلاتفورم اليوم اللي تمشي تخدم البودكاست نتاعك وتخلص عليها الحكايه. جو مي سو روندو كونت اللي ان فيت جي انترفيوي وقتها اون برودكتيف دو بودكاست ما بينات امريكا وفرنسا، هي كولومبيان عايشه في امريكا وجات عايشه في فرنسا، الى اون اكسبيرونس انورم في البودكاست اكسيتيرا. الما دي فما مشكله اون فوا تخرج من امريكا قاعد تخدم بالسي بي ار، معناها الكوب بوغ مي، معناها اون فوا تخلص معناها عندك 1000 فيو باش تخلص عليه ما نعرفش قداش، انتم تعرفوا الاولاد انا شو با باي باغ يوتيوب دونك جو سي با. دونك تخلص الكوب بوغ مي، سوف كو في امريكا عندك مارشي نتاع 300 مليون دو بيغسون، الوغ كو تخرج في فرنسا 60 مليون و سي اون نيش. الحاجه اللي ما فهموهاش لي بايور دو فون ولا لي سبونسور ولا زونتربريز اللي قاعدين يعديو في البوبليسيتي نتاعهم في الميديا الميديا اوفيسيال، انه راهو البوب ما ماهوش فاهمين اللي راهو في الديجيتال سي اون نيش، تخافاي على كوميونيتي على كوميته باش تخدم فيها، ماكش باش توصل تعمل ميديا ماس كيما في الراديو، معناها عندك 1 مليون دو بيرسون اللي قاعدين يسمعوا فيك ولا يتفرجوا فيك في التلفزه، امبوسيبل. أما تخدم على السيبل، السيبل هذيك أنا جو سوي بارتي فوار دي ديريكتور دو غراند انتربريز أون ماركتينغ، قالوا لي وخدموا راهو في راديو كلاسيك وخدموا في بي اف ام تي في إتسيتيرا، معناها عندهم إكسبيرونس دو 20 في الحكاية هذيا، قالوا لي في معناها يسوفي دافوار أون نيش كاليفي، معناها قاعدين نخدموا مش على الماس أي واحد يجي يتفرج ويمشي، معناها أنا كي لؤي يجيني يعمل لي بودكاست يتفرجوا فيه ولا حتى أون إيميسيون تيلي يتفرجوا فيه 10,000 بركة. من 10,000 هذوك جو سوي سيغ اللي انا بريزيدون دا ريبوبليك شي بدا يتفرج فيا، جو سيغ اللي لو شيف دو غوفرنمون شي بدا يتفرج فيا، جو سيغ اللي لي ديبيتي يمشي يتفرج فيا، انا خلص علاش؟ على خاطر مون اودونس اي كاليفي، لودونس هذيك سي ال كي با كري دو شونجمون، سي ال كي با كونسومي لو برودوي، لازم البرودوي زاد يمشي مع لين ايديتوريال نتاع ليميسيون تاعي، سي لوي كي با اشتي مي ليف، سي لوي كي با الي فوار لي فيلم، سي لوي ايتترا ايتترا. دونك هذايا البوان اللي حبيت نقف عليه في الحكايه هذيا وفوالا. سيرين هوني نرجع لبوان حكي عليه لؤي اللي هو كلمة هكا تشعل سي الرايع في الدومين هذا، معناه اللي احنا كان عنا بانيل قبيليكا شوية على الرايع ان فيت ممكن هوني نجي ونخبر اكزامبل نتاع لي ميديا تلافز في تونس
تطرح ديبا قبل نتاع تلافس كي تبدا ترى في تلافس تتحل برشا اوكو كلنا نعرفوا الببليسيتي المارشي التونسي قداش فيه من مليار معناها في العام اللي بلوز او مو قداش يتقسم على تلفزه في العام دونك تجي تشوف اغلب التلافز راهي مصادرها الله اعلم منين يدخل فيها بوليتيك وقتها كذا 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 دونك هوني بوتيتر نجيو للبوان هذا مي في لي ريزو سوسيو في الكونتنت كرييشن كلنا كيف كيف نعرفوا انه المارشي اللي يدور فيه الكونتنت كرييشن بلوز او مو محصور ما فيهش برشا فلوس معناها لي براند كي انفستي في الكونتنت كرييترز لي براند كي انفستي في في اليوتيوبرز في الانفلونسرز كذا ما فهمش برشا فلوس دور دونك بوتيتر هوني زاد نحكيوا على ريع من نوع اخر انه عندك مثلا في تونس نقولوا جديد نابورت كوا نقولوا عندك 100 كونتنت كرييتر فما كان 10 بركه هما اللي يتمتعوا بالفلوس هذوكم معناها دونك هوني عندك ريع مي ديما ريع يكون لوستون بارل دو ريع اون بارل دي سيكتور كل سيكتور مسيطر عليه شكون بوتيتر هوني جو بوز لا كيسيون ياسر ولا اي هوني اسكو ما نجموش احنا ذيك الريع اللي موجود تو في تونس ماشي الاكثريه في الانترتيننغ وفي البوتي بوتيتر ما نجموش احنا فوزيت اون تران دو كريي دي سيكتور جدد معناها بوتيتر اون كري دي نوفو سبونسور معناها بوتيتر هيثم مكي كيخدم فلوسنا فما فريدريك شيبير سي ان سبونسور ايوتش اللي ترافايي سور ان بروجي كيما شباب لايف اللي ترافايي افيك دي يوتيوبرز زاد دونك هوني ما نجموش اون كري انتوما اللي vous êtes en train de créer des domaines جدد vous engagez معاكم des sponsors جدد معناها انا نحكي من الاكسبيريونس نتاعي اللي honnêtement فرحان بها على الاخر على خاطر كيف ما قلت انت بالكرياسيون دو كونتينو بوليتيك مثلا حل ليني جديده اللي هي الخدمه مع الان جي اوز مثلا في الكوميونيكاسيون خدمت مثلا على الكوميونيكاسيون تاع رابور باوصله مرصد مجلس عام تعدى على الدوره النيابيه الاولى دونك هذاك خدمت زاد مع باوصله مره اخرى في مرصد بيدجي خدمنا على الضرائب وكيفاش الماكينه المعطله نتاع الدوله دونك سي فري وانه فما نجم نحلوا خلينا نقول ثنية جديدة متاع دي سبونسور اما it's not sustainable يعني there are few organizations who are willing انهم يكومينيكيو اترافير السوشيال ميديا وفازات هكاكا مالوريزمون حتى المجتمع المدني في حد ذاته مازال في الكوميونيكاسيون متاعو في الخدمة متاعو البرودوي برشا داتا برشا خدمة اما كوميونيكاسيون إليتس متاع ايجا نعمل كونفرنس دو بريس ايجا نحكي وكهو في الامان وركو هو تلقى خادم مثلا شهر عام على رابور ولا حاجه اللي هي ايبر امبورطونت اللي لازم تتفسر تبسط للتوانسه ما يصيرش الحكايه هذيا وذاك اللي خلقوا انه فما ديزنجي وكبار يخدموا في تونس مثلا ولا الببليك نتاعهم اليتس العباد اللي تتابع الشان العام وقت اللي لازم نخلطوا اكثر من هكاك نخلطوا ان نجيبوا العباد اللي تتبعوا بومباردي من الفيك نيوز ومن الميديا وتسمع من هنا وفيسبوك وتقرا ادرشنيه وتحب ولا تكره تكونسومي وتتأثر بالفيك نيوز هذايا لازم نخلطوا لهم ميثود جديدة فاصون جديدة ان نفسروا شنو قاعد يصير نفسروا مثلا كان فما رابور كان فما حاجة عن المحكمة الدستورية كيفاش باش تأثر فازيل دونك هذا الكل لازم يكون حتى في استراتيجية متاع المنظمات المجتمع المدني اللي بايردو فون الحاجات هذايا الكل اما طونكو خلينا نقول انه فما كرياتور كونتوني بوليتيك واحد مثلا في تونس مازال يعني بيان سور اصلا هذيك بيده في حد ذاتها نجم نخلق مونوبولي خاطر نولي انا نخدم نولي انا الوحيد نخدم على لي زانجي الاخرين واللي هي حاجه خايبه على الاخر خاطر حتى الكرياتور دو كونتوني في حد ذاته كي ما لقاش كومبيتيسيون ما لقاش شكون يعمل في الكرياسيون دو كونتوني بوليتيك في نفس النيفو معاه شو اللي هو ما عادش يهبط يقول لك سي بون وقت اللي نحب نحكي وقت اللي لا دونك مش كومبيتيسيون اي ميم ليكوسيستيم ما عادش يخلقك الديناميزم نتاع لازمني نفسر اكثر لازمني نطور من روحي الحكايه هذيك لا يمشي يولي ستاجن باش يولي عبد بركه المونوبول الخدمه مع لي باير دو فاين المونوبول الخدمه مع لي سبونسر وهذاك داير شنو هي صار وانه فما دي كرياتور دو كونتينيو طلعوا في تونس عندهم هيوج فان بيس اللي قادوا يخدموا مع نفس لي براند ونفس لي مارك وما فهميش ما فهمش باساسيون واكثر من هذا الكوميونيتي نتاع تاع الكرياتور دو كونتينيو ولا توكسيك على خاطر ولاو يخافوا انهم ينحيوا من بعضهم
لي سبونسر دونك على ذيك ترى العارك بين الكرياتور دو كونتوني و الانفلونسور الانستغرامر على خاطر في بالهم انه المارشي ريستران اور كو البراند هي اللي توري لهم انه المارشي ريستران وقت اللي هي عندها فما اسي فلوس الكرياتور دو كونتوني باش يخدموا ويخلصوا ويطوروا من روحهم اللي هوني لو اي اون بو بارلي دو البروبورسيون اللي تنفستيه كو سوا او ان جي كو سوا براند في البوبليسيتي تراديسيونيل نتاعها vis-à-vis اللي كانت نجم تنفستي في ان كرياتور دو كونتوني انت حكيت على البوان تاع انه او ان جي تقعد قداش تخدم على ان بروجي ولا على ان رابور كي تجي تلانسيه منعرفش السائد العادي سي انك تمشي لافريكا منعرفش انا مليون صاله ساعتين نصرف 500,000 بوست كافي نطبع ب 500,000 اخرى دي بوندرول وكذا هذوما ديجا زوز ملايين كان انت تعطي حتى مليون لكرياتور دو كونتوني على فيديو يركز فيه جمعه معنى انت ديجا هوني خلقت مارشي معنى انت كون جي طلعت رابحه الكرياتور دو كونتوني طلع رابح دورت ميكانيزم وبار هذاك رابحه فلوس ورابحه زاده انك تافولغاريزي تباناليزي الكونتوني نتاعك الاودينس اكثر بفاسون فاني اكثر حابين على كلنا كونفرنس دو بريس تجيك 50 واحد فيديو شي يتفرجوا فيه 20,000 والاودينس جديده صديق على خاطر اللي باش يجيك للكونفرنس دو بريس ومع بين سي ديجا انتريسي يعرفوك انت كان جي ولا يعرفوك انت كاورغانيزاسيون اور كل الكرياتور دو كونتينيو ينجم يكون هو البريدج لعباد جدد عمرهم ما سمعوا بيك عمرهم ما يعرفوك وبالعكس يوليو انتريسي انا مثلا في بريود بروجي شباب لايف مع بيت جيت تسأل في على اي واتش نحب نولي اكتيف في السوسيتي سي في نحب نولي عملونا دي ديسكسيون فازيت هكاك دونك انت تخلق الانتيري ما عادش تعطي الانفورماسيون تولي تعطي الانفورماسيون تفولغاريزيها تجيب اوديونس جديد وتزيد تخلق الانتيري تاع انه العباد تتعلم وتكتشف هوني معناتها مانيش باش نعرف خاطر ديما هو لا بينك وبين لؤي لحظه برك خاطر انا باش نعطي راي مختلف شويه خاطر من نحكي من ناحيه المجتمع المدني خاطر نخدم مع انه حابين نجيبوا مع في معنا انفلونسرز ساعه في تونس باش نحكي على الكونتريشن في تونس راهو عندنا سارة نحن جاني معناتها اليوزرز في الانترنت اللي عندنا ما يفوتوش 3 ملايين ومنيش فما الشركات اللي تحب تعمل خيرات حتى مع انفلونسرز ما عندناش برشا انفلونسرز في تونس اللي قاعدين دي ابلود ريجولي معناتها شكون اليوتيوب قاعد يهبط فيديوهات توا اعطيني توا في الهر اللي فات قداش من فيديو هبط على اليوتيوب التونسي حاجه معناتها تضحك على الاخر دونك حتى في اليوتيوبرز والكونتنت كريترز ما عندناش برشا هذا اللي اسباب كثيره كنا حكيناها نجيو توا للصديق قال نجموش نحنا نخلقوا السبونسر له صحته مش هو يخلق سبونسر سبونسر يتخلق عن طريق الليدز نتاع المارشي نتاعو في المجتمع المدني ثم مشكلتين الاولى هي انه العقليه المجتمع المدني كي يجي الانفلونسر وقداش من جمعيه ولا قداش من موظف تحكي معايا باش نعمل فيديوهات ونعملوا بارتنرشيب وكل شيء تسحابني منظمه خيريه معناتها ايجا نعملوا كو نعملوا رينز ايجا صور وايجا جيب الكاميرا واديتي واكتب وسكريبتات وبارتاجي في ريزو سوسيو نتاعك والمقابل عندهم ديما عقليه البوبليش البلوشي اللي هذايا تعمل في الخير انت باهي واحد يعمل في الخير ما كي نعطيك من وقتي ونجيب لك الماتريال نتاعي ونصور لك فيديوهاتي معناتها this should be paid معناتها كيما انت تخلص على باش تطلع في التلفزه وتخلص باش تطلع في الريزو سوسيو تخلص الانفلونسر زاد خاطر نحكيو ديما في المجتمع اللي ثم العقليه البلوشي والعقليه الثانيه هي الثانيه في التعامل مع منظمات المجتمع هي في معن مثلا في سنه مش لانه في القوانين الداخليه نتاع المنظمه اللي نخدم فيها ما عندناش الحق نخدموا مع عبد مع الدين ده اول حاجه وما عندناش الحق نخدموا مع انفلونسر ما غير كومبيتيشن مثلا انا باش نخدم مع لؤي ولا باش نخدم مع ياسر وعلى سارة ما نجمش لازم تهبط كومبيتيشن ونشوف شكون اكثر عنده البيدرز ومن بعد وقتها باش يختاروا الانفلونسرز اللي هذه مشكله في القوانين اللي تخليك معناتها بالحق تقولها في صوابعك
كيفاش انت في بداية ما تنجمش تتعامل ديريكتومون مع انفلونسر. تسيت لنا نحن نجيبوا اجونس دو كومونيكاسيون نخلصوها باش هي تجيب الانفلونسر. دونك عندنا المشكله الاولى هي العقليه، والمشكله الثانيه هي القانون اللي ما يخليش نجم تتعامل مع دي بيرسون فيزيك بتسهل على الاخر. التجربة بتاع اي واتش مع لايف تكون هي الاولى باش تخلي برشا منظمات وبرشا جمعيات محليه في تونس تتبع الاكزامبل هذا وتعرف اللي راه كي تخدم مع انفلونسر اكس وتخدم مع الانفلونسر زد صحيح باش تخلص فوا دو فوا تروا، مي القيمه التسويقيه نتاعك والثقه باش تكسبها من الجمهور تاعك، الثقه هذيك راهي تشري برشا فلوس، انك تبني ثقه نتاعك مع الجمهور نتاعك وتبني كيما نقولوا النظره تاع الجمهور نتاعك كيفاش يخزر للبراند نتاعك كيفاش يخزر للان جي او نتاعك، هذيك راهي كوست لار اوف ماني، والجمعيات لازم يبداو يخموا فيها قيمتهم التسويقيه خاصه في الفيسبوك والريزو سوسيو عام في عينين العباد. En fait, Yasser, في الانترودكسيون تاعو جبت على بوان ياسر مهم، خاطر جينيرالمون وقت اللي نحكيو على ان جوب ولا على ان ميتي نحكيو على دو بوان، البوان الاولاني اللي هو لي ريسورس فينانسيير اللي ديجا حاولنا نحكيو عليهم، والبوان الثاني اللي هو النظام القانوني للكونتنت كرييشن في تونس اليوم. دونك نحكيو من شيرة انه صناعه المحتوى هي كلاسي من مهن الغد. قبل لي انا وصديق نعملوا في امتي ديبا على البانيل نتاع اليوم، راح يحكي لي قال لي دونك الكونتنت كرييشن المانجر نتاع الكونتنت كرييتور ايتترا سون كلاسي parmi لي دي فيتور ميتيه في العالم. وكيف في تونس كيما كنا نحكي ومازلنا بعاد شويه على الحاجه على حالة المايك متاحة. نعم. سارة سكرت المايك سيبا داكو. دونك البوان الثاني ولا التساؤل الثاني اللي حبيت نتوجه به لكم هو النظام القانوني في تونس. كي نحكيو نظام قانوني نحكيو على القانون اللي نجم ينظم صانعي المحتوى في الاعوام الجاية، نحكيو زادة على التاكس وعلى الزامبو من شيرة فما دي انفلونسور يقولك انا نحب نساهم في دفع ضرائب في تونس وقاعد ندخل في فلوس، ما فماش لو كادر جوريديك اللي يخليني اني انا جو بارتيسيب في دفع الضرائب. من شيرة اخرى فما كونتنت كرييترز يقول لك خويا خليني هكا وضعيتي باهيه هكا، مانيش ما فماش قانون يجبرني اني نخلص الضرائب ولا بيدي ما نحبش، دونك علاش باش تصعبوا علينا الحكايه هذه. دونك ماذا بيا نسمع منكم انتوما، ما نعرفش اسكو ساره مازالت معانا ولا لا، ماذا بيا نسمع منكم انتم شنو هو تقييمكم للوضعيه هذه بالنسبه لتوسكي كادر جوريديك، شنو تراو اسكو تراو انه من الضروري انه اليوم يكون فما ان كادر جوريديك ينظم صناعه المحتوى في تونس ولا لا، كيف في علاقه بالضرائب والتاكس ايتترا. اولا في خفيفا نظيفا راو كيف في اي دومين راه فما ديكريتور دو كونتوني لي اصلا ما يعرفوش الواجب المواطن نتاعو انه لازم تدفع الضرائب، هو في باله انه يخلص ساي وفات الحكايه لا بولا حتى شيء. راه فما راه عندنا الكرياتور دو كونتوني اللي نسمعوا بسي ان اس اس لكنام لا اسيروس نسمعوش بها الحكايه لازم جملة. اي ما فما انا واحد من الناس مثلا نحكي على الاكسبيرينس نتاعي في تعاملات شويه لازمني نعدي فاكتور على السوسيتي نتاعي بوات برود باش نجم نخدم ساعه. فما دي كرياتور دو كونتوني يعملوا باتونت تاع كونسلتون باش يخدموا بها. دونك فما عباد اللي حاولت اجتهدت انها الفلوس هذيك تدخلها هكا تخلص التي في نتاعها تخلص لامبو وتكون امورها واضحه. فما عباد اخرين اللي متعذبين اللي يخلصوا مثلا ومش حتى في انه يخلص الضرائب، اما
باش ينجم يسافر لازم يحط تيتر في في بطاقه التعريف نتاعو مثلا باش ينجم يتحرك. دونك الانكونو الاكس هذيك اللي في بطاقه التعريف اكزاكتومون. دونك على ذيك العباد تلوث مثلا هذيك هي. دونك مثلا القانون تاع اوتو انتربرونور خرج للاوامر الترتيبيه مالوريزمون التاو ما صار فيها حتى شيء تنجم تكون مدخل لكرياتور دو كونتوني. الحقيقه بالنسبه لي انا ما تصورش انه التقنين بتاع كرياتور دو كونتوني على خطر صعيب برشا. اولا شكون باش تقول كرياتور دو كونتوني؟ اسكو باش تحسب قداش يدخل فلوس؟ اسكو باش تحطها قداش عنده ديزابوني؟ يعني كيفاش نجم تحسب؟ دونك التقنين نتاعها باش يكون صعيب شويه. اما النجم نسهلوا اترافير قوانين كيف ما قلت لك كسوا اوتو انتربرونور ولا حكايات اخرين. اما الاكثر من هذا سنسيبيليزاسيون انه لازم انت بيدك كرياتور دو كونتوني راح واجبك انك تخلص الضرائب على خاطر ما يعرفوش. دونك كيف ما قلت لك انه فما عباد مشيت للحل اللي لقاته انها تعمل باتونت تاع كونسلتون وتخدم بها وجاوب بها على الاخر هاكا منها الديكلاري ومنها تبدا امورها القانونيه مريقله. جست باش نزيد تساؤل صغير على سؤال نتاعي من الاول ومن بعديك نمرر لك الكلمه ياسر. اسكو فو زافي معناها اون ايدي لينا احنا وللعباد اللي تسمع فينا سور لو بلان انترناسيونال كيفاش يقع التعامل من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الجبائيه مع الكونتنت كرييترز؟ دونك اسكو فما قانون ينظم ولا لا، ولا الوضعيه مازالت غير واضحه كيما عندنا احنا في تونس؟ به تسأل خليني نخليه لؤي خاطر ما عنديش برشا معرفة في حكاية في تونس. راهو كي نحكيو على الكونتنت كرييترز راهو في نظري رأيي أنا بعد 5 سنين راهو الولاد اللي قاعدة تعمل في ليفينج من الكونتنت كرييترز ما يفوتوش 100 واحد. ما تنجمش في رأيي أنا تعمل قانون 100 واحد قانون نتاع كونتنت كرييترز نتاع يوتيوبرز وكل شيء. كيما نجمو ننضوي ضمن قانون مثلا لو انتربرونور، والا في رايي ثم قانون قاعد ديجا تحت مجلس هو مش صحافه المباي صحافه المجتمع. في رايي انه لازم مثلا المجتمع سيتيزن لازم والبلوجينج وهذا معناتها العباد اللي تهاجت في الفيسبوك والعباد اللي تعمل في فيديوهات على النت والعباد اللي قاعده تعمل في الانستغرام شيء انه يتلم مع بعض باش يتقنن سواء مش في اللي تعمل حتى باش تعرف رخص. مثلا انا نحب نصور في الشارع نهبط نسال العباد ما عنديش الحق، لا عندي لا بطاقه صحفي لا عندي اي حاجه تخول لي اني نهبط للشارع ونصور. نحب نعمل انترفيو مع مثلا عاش مع ممثلين وانا فلانيين سياسيين ولا اي شخصيه وندخل مؤسسه ما عندي حتى غطاء قانوني ينظم الشيء هذا. دونك في رايي انه لازم حتى نحن مثلا نحكوا انه في صحافه المجتمع حتى في القانون يخمم في صناع المحتوى بالطريقه هذه. حكايه التاكسز البرة ظهر لي I'm not sure، اما ظهر لي اليوتيوب في الدولة هيكي هو ينحي اوتوماتيكمون من عند صانع المحتوى التاكسز بتاع اليوتيوب في اليوكي واليوتيوب في منعش ناس الحاجة. المنصة بيدها هي اللي تحسب بكل صانع المحتوى مثلا قد شربح من جوجل ادسنس وبعد هي اليوتيوب تخلص وحدها. دونك بالطريقة هي احسن حاجة باش خاطر باش انا مثلا كصانع محتوى نعمل في مليون مليون ونص ملايين في الشهر باش نجيب كونتابلي ويقعد يحسب لي في الحسابات ويقعد يعمل لي في هذا كل شيء شغله. اللي راى انه الحل اللي تعمل عن طريق اليوتيوب والا تاكس ما عنديش برشا فكره يقول له اي اللي عنده فكره هذه اللي التاكس وليو يتنحاو على العبد اللي باش يعمل السيرفيس هذا. مثلا كما صارت مع ايش عملنا مع الكونترا معهم اي واتش هي اللي نحات الفلوس هذيك من الكونترا وهي خلصت التاكس من حكايه هذوك. هذوما الزوز حلول اللي راه والمكشخين اللي قاعدين يتفرجوا الكل الترجي ما كتبون تد زمان
نعطيك الكلمه لؤي. خويا مالي مالتي تاسكينغ، تبارك الله عليك صديق، سعيك في روحه خاطر ما حبش ترجع يربح ظهر. اما الحقيقه ما عنديش فكره كبيره على القوانين اللي تنظم كرياسيون دو كونتوني في العالم، اما الكرياتور دو كونتوني الكبار في العالم وصلوا انهم عندهم جوستيسيون اللي فما ساتيو ما عرفش شنية هو اكزاكتومون، اما they pay their taxes وكل شيء. اما كيف ما قلت وكيف ما قال ياسر داير يا لؤي، مستر بيست عنده تيم كامل نتاع ليجل تيم، جوست قصيت عليه لؤي جوست كل نعم بلي الصوت قاس شوية ما سمعنيكش، تسمع فيا؟ دونك الحقيقة كيف ما قال ياسر، وانه الكرياتور دوك ما نجموش نجيو نعملوا قانون على خاطر 100 كرياتور دو كونتوني، وانت اصلا ما تعرفش كيفاش باش تليميتيهم، وما تعرفش اصلا كيفاش باش تقنن هالوضع هذا. اما لازمنا نسهلوا الكرياتور دو كونتوني باش انه يدخل يصور ولا يهبط سير سيت. مثلا انا كنحب ككرياتور دو كونتوني نعمل سيري على الريتاج، عندي اكسي اني نمشي نصور في المعالم الاثريه الفازيه ديك الكل، سي ايبر انتريسون. وعلى ذلك انا ديت فليكت نتاع نقابة صناع المحتوى اللي باش تنظم تحصق صح نقابة الصحفيين، فليك هيك عندنا حق ان نصور ونعمل برشا حاجات. بي اون فيت دونك وني باش نرجعوا للبلوز او موا بارتي نسيناها شويه، ظهر لي ميتيم تاع البانيل نتاعنا سي البارتي نتاع مهن المستقبل. نقرا في ستاتستيك دانييرمون ليغو عملتها في السيليبريشن نتاع وصول ارمسترونغ للقمره، خدمت على 3000 صغير ماشين اليوكي وامريكا، تسال فيهم شنو هي يتمنوا يطلعوا كي كانوا صغار كي يكبروا. معناها انا جمو غابير في وقتنا كنت نقول لهم في جراح مع ساسامو يسجن غير افواق بالحكايه هذيك جمله تاعو، معناها ولا قبل في وقتنا معناها كلنا نعرف في السوسيتي نتاعنا انه عندك المهن الثلاثه سي محامي انجينيور طبيب. معناها اوغ كو ستاتستيك عطاها حاجه اخرى الجمله، على 3000 جون فما 30% يحبوا يطلعوا كونتنت كرييترز. هما فيت عطاوهم ليستا معناها يختاروا منها، و 11% يحبوا يطلعوا رواد فضاء. معناها باش نشوفوا انه المعادله تقلبت جمله. دونك من هوني نجمو نحكيو على الايدي نتاع انه الصغار جينيراسيون الجايه شنو هي قاعده تشوف. معناها قبل كان يرى يصوروا له انه الطبيب والا المهندس، بيان سور مازالت مهن بلاش بها ما نجموش نعيشوا تو، مي كانوا يصوروا انه هما توب ولازمك تطلع مهندس، لازمك تطلع طبيب، لازمك تطلع انجينيور، لازمك تطلع درشنيه، لازمك تطلع درشنيه. اوغ كو تو ظهر لي لي جون ولاو يراو في حاجات اخرى جمله. والبوان اللي حكيت عليه سيرين قبيليكا انه في الكلاسمون نتاع المهن المستقبليه، معناها هي تختلف كل بلوج كلاسي على زي راسه. معناها مي الكومان بيناتهم الكل انه كلهم لينكد للكونتنت كرييشن للديجيتال. تلقى معناها لي ديفلوبور ويب وموبيل اللي هما لينكد للخدمه نتاعكم، تلقى الداتا اناليست اللي هما باش يخدموا مثلا مع لي براند باش يعطي لي شيفر نتاع لؤي باش هو يناليزيهم باش يعرف يخدم مع لؤي ولا يخدم مع ياسر ولا يخدم مع ساره ولا. فما السايبر سيكيورتي اللي ما نعرفش انا ياسر ولا خرمولوجيا دار بيريود تيلي كي سرقتوا الباج نتاعو كذا. دونك كي لوسكون فا افونسي في الخدمه هذه باش تولي عباد الى انفستي خلص سايبر واحد يخدم سايبر سيكيورتي باش يعملوا السيكيورتي نتاعو كذا كذا كذا. دونك نلقاو انه الخدم الكل il se tourne autour الحاجه هذه. معناها واللي parmi الخدمه هذوما سي الكونتنت كرييشن بيدها، المانجمنت نتاع الكونتنت كرييشن اللي ولينا عندنا كان شغال. كتاكدوا لي نتوما في تونس ولا فما دي سوسيتي معناها نتاع دي مانجر نتاع كونتنت كرييترز. معناها ونلقاو زيد حاجه اخرى اللي هي انا بيرسونيلمون معناها جو كلاسيفي بارتي من الكونتنت كرييشن اللي هي الاي ليرنينغ. معناها نلقاو البرة برشا content creators e-learning سيبا كان كورسيرا ويوديمي والحاجات اللي في البلاتفورم اللي ديديل الحاجة دي كمان. نلقاو برشا ديكوغ على اليوتيوب، برشا منعرفش أنا أحمد أبو زيد في مصر دروس أونلاين شان كاملة ديديل لل-learning. دونك هذه بارتي من content creation. معناها شنو تراو بتتخ معناها لوسكون فا فير اون كومباريزون بين اللي راو فيه في العالم واللي راهو فيه في تونس، كان تعطيونا رايكم شنو
انتوما شنو تستنوا من تونس وشنو تراو في العالم اللي الواحد يقعد معناه حل الفم معناه فريمون سورتو كو جدون توجور ليكزامبل نتاع الخليج اللي احنا ركبنا تمنيك عليهم اللي في الكونتنت كريشن طاروا بينا طيران ندوم عسل مي سامحوني قبيلي كونيكسيون قاصد بان نحب جوست نرجع فريمون باش نرجع شويه لتالي بكم شويه سامحوني الحاجه الاولى اللي حبيت نقول اللي فما لغط شويه في الكلام انتر بلوغور انفلونسور كرياتور دو كونتينو راه سي با دو تو لا ميم شوز حتى هيستوريكمون في تونس راه يا اون بلوغوسفير دو سيبر ديسيدون في تونس معناها وقت اللي ما فماش لا تلفزه لا حتى شيء هما اللي يخدموا في الاعلام وهما اللي يهبطوا في البي بي ان ودرا شنو باش نجموا اون اكسيد على انفورماسيون وهما قاعدين معناها يحكيوا على المناضلين اللي في الحبس والتورتور وعمر 404 ايتترا je ne citerai pas de nom et comprends Lina Benmehni c'était une blogueur une blogueuse manière tu peux pas dire تقارنها بune influenceuse اللي تعمل اليوم في commercial راهو مش باش نحط من قيمة أي شخص لكن هذا هو الحقيقة معناها بلوغور راهو مش انفلونسور لكن تنجم تكون انفلونسور وانت بلوغور كيما تنجم تكون انفلونسور وانت كرياتور دو كونتينو معناها انت كي تجيب لي برودوي يا اوكان ترافاي دو مونتاج ديرير يا اوكان ترافاي دو ريشيرش ديرير فهمت ايتترا دو ناراتيف ولا دو ستوري دو ستوري تيلينغ tu peux pas dire que c'est un créateur de contenu الحاجه الثانيه اللي حبيت نقولها concernant la fiscalité راهو في تونس on a un corpus juridique qui organise effectivement les auto-entrepreneurs فهمت معني أنا نمشي أنا نعمل باتيند نولي أوتو أنتربرونور يولي عندي نيميرو فيسكال نخلص على روحي أموري مريقلة سينو كان ما نحبش أنا باسمي معني أوتو أنتربرونور نجم نعمل اون سوسيتي اوني بيرسونيل فهمت هاك باغ اكزومبل كرهبتي اللي نخدم بها ولا تليفوني اللي نخدم به الكل نحطو سوسون لي بيان دو لا سوسيتي نتاعي أنا فهمت باش كان تصير لي مشكلة ايتترا يسيزيس لي بيان دو لا سوسيتي مش يدورو لي على داري باغ اكزومبل ولا حاجات أخرى دونك سا يفو سافوار دونك فما ان كوربوس جوريديك سوف كو بوتيت معناها باش تمشي للمركز اليوم باش تقول راني انا صانع محتوى فهمت وهاو الباتين دا نتاعي ايتترا برا لو واش كومشي يفهمك سي ان بو سا لو بروبليم سي كو زيد عندنا معناها البيروقراسي الاداره نتاعنا زاد مازال تعبه ديجيتاليزاسيون اون اي تري لوان تري لوان على الاخر الحاجه الاخرى اللي حبيت نقولها لكم اللي في الميديا معناها لي ميديا اوفيسيال كلاسيك ماينستريم دو ماس ايتترا راهم يخدموا فما ديزيميسيون فما دي روبريك يدخلوا فلوس وفما حاجات لي ما دخلش الفلوس يكمبري لا بوليتيك ولا لي بلاطو تيلي اللي يعملوهم باغ اكزومبل حوار تونسي مع مريم بالقاضي ما دخلش فلوس فهمت يعملوها فور لو بريسيج اوسي باسكو فوا افوار اون ايميسيون بلو بوليتيك وكل شيء ايتترا دونك كيس كي فون ان فيت فما ديز ايميسيون دخل فلوس ديز ايميسيون تخرج فلوس معناها تكونسومي الفلوس تخلصوا من غير لا دخل فلوس المشكله اللي كي تبدا انت كرياتور دو كونتينو تخدم وحدك وحدك اي سي سا لو بروبليم اي جو بونس كو سا با ايفولوي دون لي بروشينز اني معناها راه مش نقعد انا لواي وياسر نخدم وحدنا كل واحد يعمل في مونتاج وحده ولا اعداد وحده ايتترا شوفين نتلموا الكل فهمت ونخدموا معناها وانا منين ايديتوريال اون فا كونكورونسي لي فري ميديا راه كل واحد يجيب النيش نتاعو وسي سكي سفي راه براتيكمون معناها انت كي تاجي عبد في انستغرام بوغ افوار بلوس دابوني قاعد تمس في نفس النيش نتاعك لكن العباد بدوك ما يعرفوكش ايتترا فهمت Donc c'est un peu ça le truc, un de ces jours, parce que c'est assez récent, un de ces jours, ça va évoluer vers un travail collectif. J'espère que dans les prochaines années, on va leur prouver équipe. Et là, je vois ces chefs et avec son équipe, etc. Je pense que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, on m'offre la tournée. Je me tarde avec des jeunes comme toi. Vous échangez. Vous n'êtes pas tous d'accord sur les points, voilà, les lignes éditoriales, etc. Mais vous arrivez à faire des compromis. Et ça, c'est extraordinaire. Le marché international. Le marché international, que créateur de contenu, que média tounsaïa, ou que mokhrej, ou que artiste, etc. Le marché tounsi, c'est très bien. يوليوش حتى 10 ملايين تونسي يفرجوا فيك ويسمعوك ومثقفين على الاخر ايتترا راهو المرشي التونسي 10 ملايين تونسي ما يدخلوا لك حتى شيء سولون لو سي بي ام اللي معمول على مرشي امريكاني بوتيت كو لو سي بي ام فا ايفولوي فيغ ان اوتر موديل ايكونوميك لكن تونسي 10 ملايين سي با سوفيزون معناها لي زامبيسيون نتاعك صغار برشا ما نعرفش ما نذكرش نتكيفوا اكثر ندخلوا فلوس معناها اليوتيوبرز نو نو با دو تو بالعكس تكيفر انا ما نشجعش عليه خاطر سي با اون بون شوز بور لانفيرونمون لكن ce que j'ai voulu vous dire اللي راهو تنجم تكون كرياتور دو كونتينو في تونس وانت تخدم على ليشيل انترناسيونال بون بكي وسامي قاعدين يعملوا مع المغرب والاردن ايتترا اي سون تران فيزي ا مارشي انترناسيونال بالسوتيتراج لكن ما تنسيوش فما ان يوتيوبر تونسي ولا نسيت اسمه قاعد يعيش في تتاوين ولا هو في سوت تونيزيان وقاعد يحكي بالخليجي علي تي جي تي في فوالا يحكي بالخليجي هو على بال سعودي خاطر
فوالا ماني نحكي بالخليج وقعت في تونس مسكوزي في تونس اون بو فير سا اوسي نجم نفيزي والمارشي المصراوي نجم نفيزي سي فري لا كونكورونس سي رود فهمت مي نو فو ليميتي با سورتو با الو مارشي تونيزي خاطر il ne suffit pas il ne suffit pas هوني كان لؤي ولا ياسر عندكم ما تحكيوا في البوان تاع المهن المستقبل سينو نتعديوا البارتي اللي بعدها معنا استنى يحبس لحظه لا لحظه كانت تعدي لحظه مهن مستقبل يا دي تيك توك طالع شبيه كمان فما احكي لي تعديها لياسر خاطر حكينا فيها ديجا قبل اللي هي الميديا السوشيال ميديا ليترسي انا مشكل كبير انه ما نعرفوش نكونسوم ما نعرفوش اولا ما عندناش دي راجل في الاي باش تعداولها نسكت باش نحكيو فيها في الاخر اخر بوان زين زين هالبوان ديك في ابروبول ابروبول العباد تحب تولي دي كرياتور دو كونتوني وقاعده تتفرج مثلا في سامي كيفاش ولا كرياتور اكس ولا زيد خاطر دي سي اونلي ذا تيب اوف ذا ايسبرغ انه الفيم العيشه الحاجات هذوكم دونك everyone wants to be a creator خاطر it's cool عرفت تحس روحك في الجروب نتاعك مثلا نعطيكم اكزامبل تو التيك توك تيلمون قويلين وليو فما دي ليسي اللي يوليو عندهم برشا فولورز ويولي cool في الجروب تاع الليسي نتاعو دونك it's somehow sad but also it's an opportunity وعلى ذيك لازمنا كمجتمع وانا مع سرنا ما لازموش نجيبوا برشا صغار على خاطر الضر الحكاية الضر اما كمام لازم نحكيه برشا في شنو هي قاعدة تعمل السوشيال ميديا كيفاش نتعاونوا مع السوشيال ميديا على خاطر لكسي ليها ولا unlimited اي حد من اي يعني تلمان اللي بيبي واللي هو اصلا يدخل للسوشيال ميديا يعني واحد 4 سنين 5 سنين تقاي يبدا يسكرولي في فيسبوك تاع ابوه ولا امه سي جراف كمان دونك لازمنا لي ليميت هذوكم هذيك تدخل في السوشيال ميديا ليترسي اما كمان عندنا فاج كبيره تاع عباد ما تحسش بالابارتونس مالوريزمون تحب تولي حاجه كاية اللي تتقال ولا يفرجوا فيها ولا كي يبدا يمشي في الشارع يقول يا هذيك تاع تيك توك حتى لو انها خايب على خاطر فم عبيد واللي توصل تعمل في البيجاتيف جوست باش تولي باش توري اللي هي موجوده دونك فم مشكل كبير اللي لازم فيه بعد ياسر جوست نكمل معاك لؤي على حكايه مهن المستقبل الاكثريه في تونس قلتها الفازة أنه الأوروب ولا الأمريكا بعد 5 سنين توا ديما نشوفوا نحن كان الماضي توا ديما أنت شفت كندا ولا أمريكا ولا الأوروب كيفاش هما توا هذاك الفيوتشر نتاع دونك في كنت حكيت على الانفلونسر مانجمنت في تونس بدأت تتعمل الحكاية بدأت تعملوا دي جونس دو كومونيكاسيون اللي قاعدين يجيبوا دي يوتيوبر دي انفلونسور ويدبروا لهم جي وياخذوا جزء من هكا وهكا تبنى البزنس موديل اللي هي اللي هي حاجه هيلثي واللي هي حاجه راها لازمها تتعمل دونك يس برشا خدم قاعدين يتعاملوا توا في الديجيتال خاصه ولازم توا اللي يتفرجوا فينا الناس الكل يعني القرايه اللي تقراوها تو في الفاكيت وفي السيت راهي ما تجاوبش على المهن المستقبل اللي قاعدين يتعاملوا تو اللي قاعدين يتخلقوا تو لذلك انتم كونوا حطوا في مخكم اللي السكيلز اللي لازمكم تتعلموها انكم بي ادابتيف لازمكم تتعلموا تتاقلموا مع التغييرات هذه خاصه تو التكنولوجيا تتغير بطريقه نشط وقاعد كل عامين يتخلقوا دي خدم جديد ودي جدد ودي دومين جدد ودي تكنولوجي جدد ويتخلقوا معاهم مواطن شغل جديده اللي الخدم السكيلز اللي عندك توا ماشي باش تجاوب عليها لذلك وخاصه هنا شوفوا في الكورونا وفي التغييرات هذه ما تنجمش يقول لك راني نتوقع المستقبل راهو يكذب عليك ما تنجمش تتوقع المستقبل لازم فور مي لازم نعلموا صغارنا ونعلموا ونحن كيفاش نكونوا ادابتيف للتغييرات هذه باش نجموا نكونوا متناسقين مع مهن الغد ونجموا نكونوا من مهن الغد على خاطر كونتنت كريشن توا بدا يتعمل ومن وراه شي تحال خلق برشا خدم كما قالهم صديق
دونك يس وي شود بي ادابتيف للتغييرات هذه كلها. شوف انا جو روبوندي رابيدمون على حكايه المهن الجديده وكل شيء. انا بالعكس انا نشوفها بوان بوزيتيف على الاخر انه لي زيليف صغار تلمذ وكل شيء بوتيت ينو برين كوم موديل مي تو ديبان دو كرياتور دو كونتينو اوسي باغ اكزومبل. انا اخويا خرمولوجيا كان طفل صغير عمره 12 سنه معناها يخزر له كموديل ولا لؤي ولا ياسر يخزر لهم كموديل بصراحه معناها نكون مفتخره ياسر ونكون فرحانه ياسر. لكن فما لو كوتي اللي يحكي عليه لؤي انه هو الفيمس معناها الفيم هو توا لو كريتير دو ريوسيت في تونس سكي اكستريمون غراف بور لا كونفيونس ان سوا عند الصغير. لي دونجي نتاع ديجيتال زيد موجودين برشا. معناها انا سانسامون حبيت نعمل جورناليزم مش على خاطر نحب نوري وجهي في التلفزه. انا جبولي ترافايي في البريس كريت نكتب وجبولي اوسي ترافايي في الراديو لكن هاي الراديو اليوم ولات فيلمي. دونك pour vous dire que en fait ça n'a rien à voir avec le famous لكن المشكله اللي كي انا عندي دي فالور وعندي دي ميساج وعندي معلومات نحب نعديهم ظهر لي معناها avoir une plateforme c'est un mal nécessaire. احنا اليوم معناها انا الجينيراسيون اللي عاشت قبل من غير انترنت وعاشت من بعد الانترنت دونك نعرفهم الزوز للزوز موندويت هذوما و peut-être je maîtrise moins l'addiction تاع على فيسبوك par exemple que لؤي ولا سامي ولا جينيراسيون اللي اصغر مني بكلكوز اني. Ce qui fait que, ok, je peux abuser de ça, mais au bout d'un moment, je sais faire la part des choses. Je sais faire la part des choses. Je sais faire les commentaires religieux que Behin. لي كومونتير اللي يجيوك بهين راهو زيد معناها ما تاخذهمش تقولش عليك انت درا شكون. ونعرف زيد وقت اللي يجيوك دي كومونتير خايبين راهو فيهم توكسيسيتي وفيهم العبيد اللي يجيو يحطوا لك في العصاف العجله وفيهم زيد العبيد اللي لازم تسمعهم على خاطر سا نو فيان با دو لا ميشونستي ما يحبوا يعطيوك كريتيك كونستركتيف باش انك تقدم في الخدمه نتاعك. ويوزر اكسبيرينس هذايا ما حكيناش عليها برشا معناها لان دي ميتيي كي سون على الاخر تاو بورتور في ديجيتال هما اليو اكس وهما الماركتينغ ديجيتال وهما الكونتنت ماركتينغ زيد كيفاش يخدموا معناها كيفاش تعمل ستوري تيلينغ وكل شيء سي تري تري امبورطون. المشكله اللي في تونس اسكو نا دي فورماسيون سور سا اسكو يا دي زيكول سيرتيفيي كي فون سا. انا نذكر 10 سنين اللي جافي ان امي كي فولي دوفونيغ كرياتور دو جو فيديو ان 3 دي معناها يا في با اوجوردي سا شانج ان تي بو فهمت. مي كيل مارشي اي با ابسوري سو جون ديليف اوجوردي اوسي. En fait, le claim de Sarah has mis le point اخر حبيت نحكي فيه معاكم هو كان نجم نقولوا الريسبونسابيلتي سوسيال entre guillemets اللي محطوطه على عاتق لي انفلونسور ولا الكونتنت كرييترز اليوم. دونك كيما نعرفوا اللي فما برشا صغار يتبعوا فيكم دو توت لي كاتيجوري دي جون. مالوروزمون يا يو سيرتان انفلونسور ولا عبيد كان عندهم اسمهم في الميديا اللي استغلوا الفيم هذه بطريقه خايبه عداو دي ميساج خايبين من غير ما نذكروا الاسامي اللي اليوم لي جون اليوم كي يتفرجوا فيكم قاعدين يتأثروا بكم. دونك كان انتوا باش تعديوا ان ميساج باهي باش يتأثروا بوزيتيفمون كان باش تعديوا ان ميساج نيجاتيف كيف باش يتأثروا بكم نيجاتيفمون. دونك خلينا نقولوا ان انتوما بلوز او موا بالنسبه للكوميونيتي نتاعكم قاعدين تساهموا في صقل الشخصيه نتاعهم. دونك انتوما كومون فو رياجيسي فاس ا سا كيفاش تاخذوها ان كونسيديراسيون في كرياسيون دو كونتوني نتاعكم اسكو هي حاجه من الحاجات اللي تخموا فيها وقت الخدمه نتاعكم تتغى. اول حاجه اللي يمكن العباد تنسى 10,000 ولا 50,000 ولا 100,000 قديش هم برشا كعباد. يعني نحكيو على استاد رادس ونحكيو على سيرات تاع عباد معين. اما المشكل هو انهم ساعات ما تنجمش ديما تقعد تخمم في العباد اللي وراء التليفون صعيبه على الاخر خاطر سي فيرتويال. وعلى ذلك سا ديبون بالكرياتور دو كونتوني على خاطر ريسبونسابيلتي سوسيال ما بدات تحكي عليها كان تو يعني العباد ما يهمهاش كان تقبل بطاكيكا تفلح يقول لك هذا البروفيل نتاعي تبعتني ما تبعتنيش ويسمي روح انفلونسور وحاجات هذيك الكل. انا ريسبونسابيلتي سوسيال بالنسبه لي انا حاجه مهمه على الاخر خاطر كيف ما قلت انت سيرين الكرياتور دو كونتينيو هذوما ولا العباد اللي عندهم بلاتفورم قويه قاعدين يخلطوا في دي ميساج. وفهم عباد
تعطي فيهم ثقة 100%. دونك تقول له كان اشري هذيك اشري هذيك اعمل هذيك اعمل هذيك. دونك فما ريسبونسابيلتي سوسيال. وين نتصور ريسبونسابيلتي سوسيال هذه لازمنا نستغلوها بالكدا على خاطر نجمو نأثروا فيها، نجمو نأثروا في العباد بوزيتيفمون. بوزيتيفمون من ناحية انه تعمل سوشيال ميديا ليتيرسي، انه to raise awareness كيفاش يكونسومي السوشيال ميديا في حد ذاتها، انه راهي السوشيال ميديا ماهيش هي الدنيا، مش هي راه مش على خاطر كيف ما تتفرج فيا انا راهو ديما هكا ولا تلقاني في الدنيا كي. دونك فما برشا دي بارامتر اللي لازم كرياتور دو كونتينو ياخوهم. وعلى ذلك انا قبليك قلت راني راديكال في شو معناها كرياتور دو كونتينو، خاطر بالنسبه لي انا هو العبد اللي يحب يخلط ميساج بوزيتيف وينفع به الناس. بون البوبليك صحيح هو اللي يحكم، اما فينالمون علاش تخلقوا الكرياتور دو كونتينيو؟ علاش ولاو اسمهم دي كرياتور دو كونتينيو؟ خاطر جاو الالترناتيف، جاو فما وضعيه خايبه على الاخر مثلا نحن في تونس، انه ياسر يلقى روحه انه يعمل انفستيغاسيون ولا يعمل ريزنج اويرنس اباوت سوشيال ميديا ولا يعطي اوبورتونيتيز ولا يعمل حاجات. انا باش نفسر البوليتكس، ساره باش تحكي على الكولتشر، باش تحكي على برشا حاجات. دونك فما بزوان اللي نحن قاعدين نحاول نعبيو فيها على خاطر المينستريم ميديا ماهيش قاعده تعمل فيه. كان جات المينستريم ميديا تخدم في الخدمه نتاعها كوم يلفو وخالطه للعباد والحكايه هذيك الكل، راهو ما فماش بريسيون كبيره على كرياتور دو كونتينيو كيف هكا. دونك بالنسبه للريسبونسابيلتي سوسيال مالوريزمون في تونس راه انه فما ديزانفلونسور ولا دي كرياتور دو كونتينيو يستعملوها كبلاتفورم دو يستعملوا السوشيال ميديا كبلاتفورم دو كوميرسياليزاسيون، يبيع ياخذ فلوس وكهو تقلك. جيت بالبريسيون تاع كلك سكوندال خلينا نقولوا على دي كرياتور دو كونتينيو، والا بريسيون ما عند ديزالترنات على دي كرياتور دو كونتينيو معينين اللي خليت الكرياتور دو كونتينيو يوليو يخمو قبل ما يهبطوا، يعرفوا شنو يحكيو، يقيسوا كلامهم. دونك البريسيون هذيك ولا خلينا نقول الريجوليشن صغيره مورال هي اللي خلت الكرياتور دو كونتينيو ولاو يخموا ياخذوا او سيريو العباد اللي تتفرج فيهم. اما مالوريزمون مازلنا بعاد برشا على كرياتور دو كونتينيو يكون ريسبونسابل توردز الكوميونيتي تاعو. فما يعني انا بالنسبه لي فما اقليه صغيره على الاخر اللي هي واعيه بالكوميونيتي اللي تتبع فيها اللي تبع فيه ولا فيها، وتعرف شنو هي تحكي معاهم وكيفاش توصلهم وتقرا بعين الاعتبار لكاتيجوري داج المختلفين كيك سوا صغار كبار، خاطر كيك سوا انا ياسر ولا ساره تبعوا فينا عبيد 13 ans 14 ans حتى شي 35 ans حتى شي 40 حتى شي اكثر. دونك لازم تقرا بحساب العبيد هذوما الكل. به انا رايي زاد موافق لاي راي مختلف في حاجه، انه انا واحد من الناس ما نحبش نكون رول موديل، ما نحبش العبيد تتبعني وتقول يا ياسر وكل شيء، خاطر انه حكي له اي على الريسبونسابيلتي مش من ماوش من 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 دوري زاد اني نكون الرول موديل اللي العباد لازمها تتبعوا اللي اي هاي ستاندرز على الخدمه اللي نخدم فيها. صرنا توقف في الاخر رانا مش انا في الاخر ياسر والعباد تتبعك اوتوماتيكمون. نعرف مي رايي انا اللي في الاخر رانا في فيديوهات على الانترنت انه قالوا انه ثم ريسبونسابيلتي وانه صناع المحتوى هما رول مودلز، هذا مشكلة كبيرة على الاخر، خاطر في تونس ثم غياب كبير وتام وكل لاي رول موديل في الشباب الجاي، معناتها اللي يلتشقوا العباد تخدم في فيديوهات على الانترنت باش يتبعوا يقول يا نحب نولي كيف اكس ولا جريج ولا زيت. كيف راوا انه اغلب المؤثرين الاخرين، معناتها المؤثرين مش على السوشيال ميديا كانوا بين المؤثرين سواء كانوا الاعلاميين سواء كانوا المثليين والفنانين ولا السياسيين، ثم غياب كبير الأدنى نوع من المسؤولية الاجتماعية للعباد هذا اللي يشوفه فناني وعلي وسياسي ويتصرف فيها اللي تعيفي، معناتها واحد من الناس نعم بول وقت معناتها نحن صناع المحتوى اللي يعني تليفوناتنا وفيديوهاتنا وانترنتنا نكونوا نحن رونوس وانتم اللي قارين واللي عندكم في يدكم دولة واللي عندكم سياسة واللي عندكم مصيرنا بين يديكم وتثبت الطريقة هذه. دونك ليش في الفرح هذا مشكلة كبيرة. انا واحد من الناس I commit to this responsibility ومعنتها نحاول في فيديوهاتي ولا في الخطاب اللي نعمل ولا حتى رياتي ولا في حتى في معالجتي المية ما نحكي برشا على النيجاتيف سايد، ما نحبش نحكي تونها وعليها وتونس راهي فيها
وكل واحد معناتها نشوف في برشا معناتها فيديو فرص نتاع فيديوهات نجم نعملهم ويمشيو ترندك البكاء على الحاجه نلعب اكثر حاجه في الانترنت. هوني الراء انه نحن كصناع محتوى زاده ما نجمش ناخذ هالريبيليتي هذه خاطر نحن زاده باش نتعامل مونتالمو انا نحن نعمل اللي علينا وما لازمناش زاده من جهه الاخرى ان نلوموا صناع المحتوى الاخرين اللي يعملوا مثلا جوست في الانترتينمنت وفي البيوري الاخرى. انا واحد من الناس نؤمن انه لي تيب نتاع الكونتينيو الكل ما لازمهم يتحطوا في امريكا اللي نحكيوا عليها مع اكبر شو في 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 الاعلام الامريكي هو ذا كارداشيان. نحكيوا على عائله كامله ما عندها ما تعمل في حياتها ويتبعوا في امريكا كل تتبع في نهاراتهم. مش مشكل الاعلام اللي يركز على الانترتينمنت والاعلام التافه، ما عندي حتى مشكله سواء في الـ في الـ في التراديشنال ميديا ولا في السوشيال ميديا. الاعلام هذاك جاي العباد تحب كونسومي زيادة انترتينمنت، تحب تكونسومي نوع هذاك، ما عنديش مشكله. انا مش في غياب البديل سواء في في السوشيال ميديا. كي نبداو انا ولؤي صار روجي كهو ما ثم حتى سيبورت من المجتمع العربي والا من الدوله، هذيك مشكله كبيره. نحب نعطي اكزامبل من بكري نحب نحكي عليه اللي هو سواء في اكزامبل في قطر ولا في الامارات. في الامارات خاصه عنده ما معش كان هو عملوا كيل ايجنسي اسمها نيو ميديا ايجنسي. هذه الدوله الاماراتيه عملتها باش تفرمي العباد اللي تخدم في الحكومه في الكوميونيكاسيون الحكوميه، تواصل مثلا العباد اللي شاده وزارات اللي شاده باجيت المؤسسات، عملوا ايجنسي باش تعملهم فورماسيون للعباد اللي لاهي بالسوشيال ميديا نتاع الدوله. خلينا نقولوا ما يصيروش اغلاط كما نحن نشوفوا مثلا في رئيس الحكومه يهبط لك رئيس على علم تونس ولا الاخر يهبط لك على انا ما عنديش حزب. يا اخي عملنا سبوت عملنا فكسه يا اخي يا حمول ما علينا في توجهات نتاع الامارات. من الامارات عندي انا قاعده تخدم في حاجه صحيحه، عملوا الايجنسي هذا فورمي والعباد اللي شاده كل ساعات السوشيال ميديا اللي تابعه الدولة، هي قاعدين يعملوا في بروجرام اللي في يخلق في نواة وفي جروب متاع كونتنت كريترز تابع الدولة وتابع بروباغندا متاع الدولة. مثلاً اللي قاعدين عملوا يختاروا في شباب من الإماراتي يعطيهم في ديفورماسيون من أكبر الانفلونسرز في العالم، جايبين ناس ديلي، جايبين باتريك نيل، ناش كان تعرفوا باتريك نيل هو الرقم واحد في الماركتينج والسوشيال ميديا في العالم، جايبين اسامي كبار باش يفورميو ان جروب دو جون اللي يخلق محتوى في السوشيال ميديا، يخلق محتوى ذو قيمه، ذو محتوى اللي نحن لؤي انا وخرموجه نخدموا فيه تلقائيا، الدوله قاعده سبونسوريزي فيه في الامارات باش من بعد نهار اخر الدوله مثلا كي يحبوا يعملوا حمله تحسيسيه على الكوفيد، حمله تحسيسيه على التلقيح، يقولوا للي جون راهو التلقيح مثلا ينفع ولا يقولوا للجون راهو تيشوش بلا ولا للجون بشدوا دياركم. ثم الكوميونيكاسيون اللي تخدمها الدولة وثم الكوميونيكاسيون اللي يخدموها صناع المحتوى اللي هذه نجم نشوفها بروباغندا ونجم نشوفوها كدولة تخدم في الاستراتيجية الكوميونيكاسيون باش الشعب نتاعها. الدولة واخذة عاتقها واخذ فكرة على أنه صناع المحتوى قاعدين يبنيوا في الرأي، قاعدين يتحكموا في الرأي، يأخذوا في شير كبيرة من الرأي. نعرف تقولوا إيش أحكي لي على أنه هي تجم تكون بروباغندا وكل شيء، ما هذا لازم يصير مش شيرتين ولازم تكون ثم الدولة تنفستي فيه، لكن أكيد لازم تكون الحرية التامة في أنه أي صانع محتوى يحكي لي حب ما أي لايك ذات تايب أوف موديل اللي يخلي أنه الدولة تنفستي في صناع المحتوى. نحكيو في الشيرة من ناحية على شيرة، نحكيو في الشيرة المجتمع، في شيرة تغيير العقليات، في شيرة أنه تبني بيهيفير من الشعبك نجم صناع المحتوى أحسن وسيلة باش يعمل الشيء هذا. والحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله. جست باش نعطيك الحق في مداخلة متاع خمسة دقائق
شو وبعديك بالحديد اللي تسمع فينا كان عندهم أسئلة يحبوا يتوجهوا لكم بها دونك لو طون اللي له أي كمل التدخل نتاعو إذا العبيد اللي موجودين معنا في البانيل وعندهم أسئلة جست يكتبوا لنا سؤال نتاعهم وإذا حبوا يسألوه الانترفونون معين يحطوا لنا الاسم نتاعو فازي لو أي خمس دقائق ديجا فما ديجا فما برشا دي كيستيون هاكا على جنب سينو جوست باش ربوندي على خاطر نحب نعطي صار كلمه باش تمشي صحيحه الحكايه جوست باش ربوندي على حاجه قالها ياسر الخايب ديجا موجود معنا ما نعملولو الخايب موجود الرول نتاع العباد اللي تحب تعمل به انها تخلق الالترناتيف للخايب هذاك يعني ما نجموش نجي على ديكريتور دو كونتينيو اللي هما يحبوا يعملوا البوز ويلقاو في عباد اللي تكون صم في حاجه هذيك نجيو نبانيهم ولا نقول لهم لا تعملوش هكاك ابريتو مالوروزمون فماش حتى دي ريجل في السوشيال ميديا نحن عندنا في تونس اما الرول انه نخلقوا البيه هذا دو ان دو دو نرجع ياسر في على ابروبو حكيت الامارات ونصرف ان يوتيوبر يعجبني برشا انا وصديقي اللي هو عمر فاروق اللي اشك فوا مع الحكومه نتاعو كيكوسا في الفاكسان في الكريز يبدا هو كاينو البورت بارول نتاع الحكومه انه يديبلاسي انه يعطي شنو قاعده تعمل الدوله نتاعو كيفاش قاعده تعاون فازت لكم الكل ديما بريفيليجي عيطول في الكوميونيكاسيون اللي هو تيلمو بروفيسيونيل اللي يغنيهم على برشا حاجات وما لازم ما عندناش في تونس مثلا هيغو ديكريبت في فرنسا وصل لي عن في ديبا مع دي بوليتيسيان ما فهميش في تونس علاش ما فهميش كرياتور دو كونتينيو في تونس اللي يقعد مع قيس سعيد ويعمل معاه تيك توك اللي يعمل معاه ستوري علاش ليه دونك سي مالرو انه ما فهميش الحكايات هذوما اما انا مع ياسر في انه لازم دوله سيد بعث مرسول تحب يخدم لك على تيك توك عندهم على الحكومة مع الدولة بالله يوصلوا لهم راهو لازمنا نبدلوا راهي تونس ماشي للحيط لازمنا نعملوا ستوب ولازمنا نخدموا مع بعضنا باش نسلكوها لبلادنا وللجينيراسيون جايين راهو لا انا لا ياسر لا ساره لا حتى حد ماهو باش يخلط يستنفع مشنية باش تكون تونس عشان تبدل راهو هذا الكل الجينيراسيون الجايين راه نحبوا نبنيوا جينيراسيون قاعده تتربى في السوشيال ميديا واللي تربيت في الثوره والحريه نحب كيف قبيليك البيرسوناليتي كيف ما قالت ساره بيرسوناليتي وكيف قال سيرين زاد بيرسوناليتي نحن ناثروا فيها نحبوا العباد هذوما يطلعوا عباد اللي نجموا يفكروا اللي نجموا يخموا يكريتيكيو يعرفوا مين ميس انفورميشن الفيك نيوز اللي نجموا يعملوا دي ديسيزيون وحدهم وينجموا ينفعوا بلادهم وينجموا يكونوا حاجه بيها تنفع في السوسيتي مش جوست يشوفوا الترند نتاع البوز ولا كيفاش تعمل فلوس ولا كيفاش تولي مشهور فيسع هذاك از ذا كويك باث انك تعمل حاجه هذيك سينو صار على خاطر ما حكيتش قبيله ديزولي rapidement عندي زوز نقاط باش نحكي فيهم rapidement juste باش نخليو الوقت للي كيسيون ديجا فما 2-3 كيسيون خلينا نجاوبو عليها rapidement deux phrases الفراز الاولى اللي هي انا المتابعين نتاعي ومتابعات نتاعي ايتترا ديما نقولهم معناها ما نحبش نعطيهم حاجه هكيكة معناها مش مذبية اما هما بيدهم ولا شي تريز اتوني اي شوي agréablement surprise اللي العبيد اللي نحكي معهم عبيد كوريوز وعبيد زادة عندها سنس كريتيك تنقد وي كومبري مو ميم وانا جو بوتيت نوتر جينيراسيون ا نو لؤي وياسر وخلمولوجيا ودوتر كرياتور دو كونتينو ولا دو جورناليست اللي نقبلوا النقد على الاخر متعودين عليه خاطر عشنا بعد الثوره وعشنا في الحريه وكل شيء وسورتو معناها لو لا فوا فيان دو دوت معناها كان انت ما تشكش اللي انت غلط ولا حتى كي غلط ما تعتذرش انا راهو جو ريفونديك لو دووا ليغور جو ريفونديك لي غاتو مي لا راتور ايتترا معناها انا اكثر عبد يشطب كي نكتب مانوسكري دون مانيير مانوسكريت مش كيما سي رئيس الجمهوريه معناها دونك سا سي كلكو شوز كو جو ريفونديك ميم في خدمتي ساعات حتى كي نغلط عندي معناها فما او كتبتها او ايتترا معناها ساعات ما نحبش نصلحها جوست بوغ هكا فوار سي دي بيرسون كي رمارك معناها سو جون دو شوز دونك انا مذبية معناها ما ياخذوش على علمني اش ما لا تعطيني سمكة لكن علمني ان معناها انا اصطاد بوغ ما مشي سايد انا جو سيم با دي تو مي بون
حاسلو دونك ماذا بيا معناها العباد الكل تترينا انها تنقد راه كي نقول لك راه شوف لي حل راهي سيناريو معناها اللقطه هذيا راهي فيها هوموفوبيا ولا راهي فيها سكسيزم سيتيغا مش نقول لك ما تفرجش شوف لي حل راني قاعده نقول لك تفرج فيه لكن اون كونيسونس دو كوز معناها عندك لو روكول نيسيسير بوغ اناليزي اون سين اون تيل سين سيتيغا. حاجه ثانيه حبيت نحكي لكم فيها رابيدمون انه لو جورناليزم ميديا في تونس مش موجود كونتريرمون لي زوتر ديموكراتي معناها جورناليزم ميديا معناها ريتوها احنا ساك البرنامج عملته مع فراس العرش ايتترا سا سي با دي جورناليست ميديا مي سا سي 5% دي جورناليست ميديا معناها انك تراقب لي جورناليست تي كومونت لي كومونتاتور سا سي ميثود كو ميشيل انفري ان غون فيلوزوف ان فرانس معناها يعملها انه يكتب كتب على العباد اللي كتبوا كتب ينقد العباد اللي تنقد فور فوار ان فيت والعباد انا ماذا بيا يعملوها لي ان سيجور سا سي ان اونور بور موا معناها خاطر نغلط زاد راه ونفيق بغلاطي فهمت اما العباد ما يركزوش برشا على الغلط دونك ان فيت لازمك انا راه اللي نعمل فيه كل شيء راه مش باش نسمي فلان ولا فلان ونقول له شنو لا يوزر اكسبيرينس هذيك حاجه سهله على انت غلطت يا خويا نصلح لك باش العباد تستنفع بالتصحيح اللي صلحته لك انا فهمت ولا مش حكيت انا ولا انت معناها حكيت يا ربي يا ربي نحب المعلومه توصل بالصحيح سيتو جورناليزم ميديا دوات اتر ديفلوبي على الاخر في تونس في فرانس انتر فما سونيا دو فيلير خدمه مزيانه على الاخر ماتينال انا مش لا في ماتينال في تونس ما فما حتى ماتينال ابار اكسبريس اف ام يخدموا في خدمه اما اكسبريس اف ام لين ايديتوريال تاعها ايكونوميك دونك انه كوفر با تولي دومين ايتترا لكن على مشكله في الميديا عندي انا الماتينال من 7 ل 9 تاع الصباح كي نركب في الكهرباء باش نمشي نخدم لازمني المعلومات الكل في العالم وفي تونس دونك فما مشكله كبيره انا كي تجيب لي عباد قاعدين يهرجوا في الماتينال سي ان غو بروبليم دونك فوالا ميرسي سارة. دونك باش نقرا السؤال الاول اللي هو نتاع رهبة دونك قالنا comment concevez-vous la vérification de ceux et celles vont d'être d'éventuels les influenceurs et comment concevez-vous la régulation du contenu parce qu'avoir affaire à des nouveaux lapins n'aidera personne. Donc شكون يحب يتطوع صار توا صار توا ترجمني ساعة ترجمني دونك انجلوفون انت دونك ساعة تحب انا نحكي ساعة حتى بيها كلكم ميتوتين الميكروم تاعكم اجبوها كيزة حسوئيل خذ قاعدك بي ابروبو الحاجة على ذلك قلت ترى الكرياتور دو كونتوني في حد ذاتهم ما فهميش لا سوشيال ميديا اي رهبة قاعد يترادكتي لك في الكاسيون بتاعو بالانجلي How do you conceive verifying those future influencers؟ والله مزيد ما فهمتش انا مش نرجع على لب على خاطر جو سحب نحكي في السجي على ذلك راه قلت لي في السوشيال ميديا راه ما فهميش سوشيال ميديا ليترسي اللي نعرف ياسر انتريسي بها على الاخر راهو مش على خاطر السوشيال ميديا is free وتنجم اللي تحب you are allowed to expose people باش انك تقشتلهم باش انه حتى صغار على خاطر لافير لابا شنية هي باش تسميها لافير لابا لافير لابا انه يجبد دي فيديو نتاع اولاد ولا بنات صغار under age ويبدا يحكي عليهم ويسب فيهم والكوميونيتي نتاعو تبدا تضحك وذي في حد ذاتها سي لانفلونس ايبر نيجاتيف خاطر انت قاعد تقول للعباد اتس اوكي باش انك تقشت العباد في السوشيال ميديا باش انك تفرقهم عليهم باش تسبهم باش تعمل اللي تعمل وما تقراش بحسابه انه العبد هذاك مثلا لو اي كيرا فيديو نتاعو هو اندر ايج يرى فيديو نتاعو عند لب عنده 130 الف في الانستغرام ولا في التيك توك وانا مازلت صغير وجيني الشوك هذيك ما نعرفش كيف باش نعمل فمع بيت توصل انها تخمم للسويسيد فمع بيت تحب تضر رواحها فمع بيت ما عادش نجم تخرج دونك ريال ما لازمنا السوشيال ميديا ليتريسي في تونس كيلكو سوا لي كرياتور دو كونتوني وكيلكو سوا لي زالترنات لازم يعرفوا مش على خاطر السوشيال ميديا از فري لازم تهز الباب وادخل وكونسومي اللي تحب واعمل اللي تحب لازم فما كمان ريجولاسيون فما ليميت وانا معاه انه فما تيب دو كونتوني لازم it should be regulated it's not free كيف التلفزة ما نجموش نكسبتيو الراسيزم والريجوناليزم الحاجات هذيك الكل حتى في السوشيال ميديا it's not allowed to do that يعني
هو في نفس الإطار هذا عنده تيستيون يقول لك كو بونسيفو دو ليكيفالون دو لايكا بور لي فيديو سور ويب دونك الى اي مدى نجم تكون فما اورغانيزم كيما لايكا اللي يلفا فيغ لا فيريفيكاسيون او لو كونترول نتاع الكونتينو اللي قاعد يبثوا فيه الكونتنت كرييترز. شوف هو هو فما ان بو ليكيفالون دو لايكا مي سور لو بلان انترناسيونال معناها كعبيت سينيال الفيديو نتاعك في فيسبوك ولا في انستغرام ايتترا وتفسر عليه وترجم الفيديو وكل شيء tu peux avoir une réponse compris avec ce qui s'est passé avec la paix ايتترا y compris avec ce qui s'est passé avec Lady Samar il y a quelque temps voilà انا je nomme les noms j'ai pas de problème avec ça حبيت نقول اللي راهو الكرياتور دو كونتنو كيبدا كونفاكو باللي يعمل فيه وهو غلط على طول الخط اي كومبري عزيزوس اللي انا عملت عليه فيديو اي جاسوم كومبليتمون اللي خرج من الغدوه في اذاعه في موزايك اف ام وقال انا قاعد نجيب في بنات ما نمسش البنات التوانسه والبنات العربيات لكن نمس البنات الاترونجي معناها لو دو بوا دو ميزور ما عندكش مبادئ انت يا سيد راك ماكش فيهم اللي تعمل في الميزوجيني تعمل في السكسيزم ايتترا جوست معناها سون فرونتيير كوا لو بروبليم سي سا اوسي راهو سي سا معناها اور سوجي كيقول لك يجي يفسر لك في الكولتور جي كوم كوا احنا ما نعرفوش ويقول لك راهو الشيء اللي عملته انا اللي هو تنمر اللي هو بولينغ معناها اخسلمون تعمل فيه سيبر اخسلمون لسامي الشافعي وقتها جو سي با بوركوا دير نسيت الحكايه فهمت ويطبع معاه ونورماليز افيك ويقول لك ليه هذاك ريت سي دون لا كولتور جيك ايتترا فيق على روحك راهو تنمر هذاك راهو الشيء اللي احنا عشناه في لي زاني 2000 وفي لي زاني 80 و 90 اللي كنا نعيشوا في الليسي معناها يشدوا يعملوا شو اسمه هذاك البوزيتاج مع الاولاد في الفيستير ولا يشدوا واحد يبداو يقمعوا فيه يقمعوا فيه يقمعوا فيه ويضربوه ويدوروا عليه وكل شيء وبراكيوه من هالكل في الحنديره حاسينه في الليسي هذاك هو فاش قاعد انت تعمل في الانترنت دونك سا يفو لو دير يفو نومي لي جون خاطر لي جون هذوما قد ما انت باش تعملهم الشيء من تاعهم تشوف لي شيء مي قد ما هما بتات ينجموا معناها يتراكت ينجموا يكونوا مقتنعين على الاخر باللي يعملوا فيهم ما يهمهمش في اللي قاعد يطال ايتترا مي لا او اون ا غاني سي كونت يا يو دي سينيالمون اوبري دي بايور دو فون اوبري دي سبونسور نوتامون انا جو فوا انستيتيوشن ايتاتيك كي مال كريديف خدمت اور سوجي الوغ كو هو معناها عنده 20000 اكوزاسيون تاع تحرش تاع درشنو حازيلو اي مع قصر وكل شيء سي بروبليماتيك. هوني سيرين بارلون دو كيسيون تاع الهيكا نجمو ناخذو زيد الاكزامبل نتاع لوغان بول اللي على خاطره تبدلوا البوليسيز نتاع يوتيوب كله. معناه لوغان بول يوتيوبر امريكاني مشى الغابه في اليابان اللي عبيد ينتحروا فيها ان بابليك معناه عبيد تمشي للغابه هذيك باش تنتحر دونك هو صور عبد معلق دونك في جرة الفيديو ذاك يوتيوب بدل البوليسيز نتاع المونيتايزينغ بدل البوليسيز نتاع فيديو ديدي للصغار ماهوش ديدي للصغار معناه بدل برشا حاجات في البوليسيز نتاعو جوست غراسا فيديو بون ا كوز دو فيديو نتاع عبد بركه معناه يوتيوب عنده هيز اون هايكا معناه في جموع ياسر ياسر منعرفش مناش نسمعوا فيك ياسر بالقدي منعرفش عندي المشكلة ولا عندك انت عندي ياسر ياسر جوست مدام ياسر متبلنتي ان شاء الله يرجع برك جوست حاجة ايبر امبورتان اللي قالته سارة اللي سينيال فازيت هذيك الكل لازمنا نعلموا العباد راكي نقول علموا بيدهم انا لازمني نتعلم لازمنا نتعلموا الكل مع بعضنا السوشيال ميديا ليترسي كيفاش ندخلوا نافيغيو في السوشيال ميديا وشنو هي هما اللي يتقال واللي ما يتقالش مش لازمنا حاجه نتاع ريغولاسيون راه مالوريزمون الهيكا اصلا على التلفز ماهيش خالطه تخدم خدمتها فما بالك كان نعملوا انستيتيوشن بوبليك مش تبع الفيسبوك هي شوف الانتخابات واللي صار في الانتخابات واش انتوما اكثر عباد يمكن تراكم في الانتخابات الحاجات اللي صارت الكل على السوشيال ميديا والسكندال نتاع كارتاج اوبريشن فازيت هذوكم الكل دونك اهم حاجه از ويزنج اويرنس انه نبنيو جيل يعرف ينافيغي نبنيو جيل يعرف شنو هي البوستي ويعرف كيفاش يخدم بالسوشيال ميديا مش نطبعوا مع العباد اللي تعمل في البولينج ديزولي ياسر دقيقه برك اش كمالك مش نطبعوا كيف ما قالت ساره مع العباد اللي تعمل بولينج ولا على خاطرهم ذا فيمس ولا مع عباد من برا
what is false في تونس is false around the world. يعني كان انت عملت حاجة غلطة وشفتها في مخك على خاطر هذيك الطفلة التونسية مثلا ما نجزمنيش نعمل معها كيكة، راهي غلطة حتى مع الطفلة من دراوين في اي بلاصة في العالم. دونك ريال ما نحن بتبعتنا المجتمع متاعنا مريض ومجتمع متاعنا متخلف، خلينا نقولها. دونك لازمنا خدمه كبيره برشا على السيفيك ايديوكيشن، على السوشيال ميديا ليتيرسي ايديوكيشن، على برشا حاجات باش نجمو وي كان نافيجيت ثرو ذيز بروبلمز. مره هي جوست انا سامحوني خاطر قصت الانترنت. ثم حاجتين نحب نحكي فيهم، هي تحكيو فيهم نحب نعاود نركز فيهم. هي انه لازم تتعمل فيس شيء مع بيد اللي يعملوا حاجه من النوع هذا. انت عندك جمهور اخترت انك تكون بابليك انترنت واخترت انك تهبط فيديوهات، دونك ثم من المسؤوليه اللي تجي ضدك واخت اللي انا ننقدك في تصرفاتك وتصرفاتك. نقول ولو عندي الحق نعمل فيديو اي مع شيء في تصرفاتك العربيه، لازم كي تعمل اي حاجه من انواع الحاجات هذه اللي اخلاق مقبوله لازم صناع نحن وي اكتيفلي ديس. خاطر انا حكيت السوجي مثلا كان عندي عرفت كان عندي ديزانفو ونعرف وعقتها اللي صار. مثلا عملت فيديو على الحكايه ورغم اللي نعرف اللي نعم باش تمسني شويه في اصحابه هو في فيديو هو كشخص ما اي دينت كير. دونك لازم نحن نتكلموا زاده في الحكايه هذه. في الحكايه الثانيه الحل ماهوش في ان تصير في تونس مثلا هيكا ولا حاجه، الحل المؤسسات بيده هي اللي تتحرك في لوجل. اليوتيوب ما قادش حتى عندها برشا سوايع معدوده وفسخت فيديو وبانا جوجل بانا لوجن بول من البروجرام تاع اليوتيوبرز وقتها. دونك المنصه هي اللي تحركت. المشكله في تونس اللي نحن دوله صغيره ما عندناش حتى انفلونس على فيسبوك ولا جوجل ولا تويتر. دونك اي محتوى باش يكون خادش واي محتوى فيه برشا حاجات غلطين فيسبوك ويوتيوب نوت معناتها ماهمش باش يتحركوا بسرعه خاطر نحن ما عندناش الميكانيزمات ان نعملوا باش نعملوا الانفلونس على فيسبوك يوتيوب وقل لهم كان ما تفسخ الشيء هذا. راهو مثلا باش بكم كيما في اوروبا مثلا الايو عامل قانون انه في وقت معين من فيسبوك ويوتيوب مثلا كان بعد 48 ساعه ما تفسخش محتوى فيه دعوه الى الانتحار ومحتوى فيه بابليك بولينج ومحتوى فيه سكسيزم هو الاوروب الايو باش يعطي معناتها فان تاع اللي يخلي الفيسبوك يخلص 1 مليون دولار 2 دولار خاطر ما في اكتيف برشا. هون التشريعات بتاعنا زاد نحن سواء في العالم العربي ولا في نوصلوا للفيسبوك ونوصلوا لليوتيوب باش نعملوا نوع القوانين هذه. يا فيسبوك ويا يوتيوب كان انت ما تفسخش البوست هذه اللي تعمل نجم تعمل انفلونس خايب على المجتمع التونسي وعلى الببليك اوبينيون رانا راهو نحن باش نرفع قضيه وراك انت باش تخلص. فيسبوك واليوتيوب ذي ويل نوت كير. مثلا صارت حاجه في نحب نعطي الاكزومبل هذا نتاع ماينمار اللي ديما كل ما نحكيه مخي يتبلوكا. في ماينمار اللغه الماينماريه معناتها صعيبه في الكتابه بتاعها ما يستعملوش الاحرف اللاتينيه. فيسبوك ما عندوش برشا مودريترز هو هذا فيه دعوه للكراهيه محتوى هذا فيه سكسيزم ولا حاجه. عندهم ظهر لي تو مودريترز على اثر من الضعف نتاع المودريشن هذا من فيسبوك خلى انه الهيت سبيتش ينطلق وينتشر كل على بعضه. خلى ثم خلى ثم نوع من الطائفه الدينيه مش نوعه يعني اسمها البوذيين ظهر لي ثم عندهم اكستريميزم زاد البوذيين ولا يهبطوا في الفيسبوك بابليكلي انهم براءه اخت المسلمين اذبحوا المسلمين راهو المسلمين خايبين ويكتبوا في المحتوى هذا باللغه المالية. وفيسبوك بيسير ما يفهمش زاد من الهيت سبيتش ضد المسلمين واللي رجع نتاع ملايين نتاع ديسبيسمنت والالاف من المسلمين على خاطر دي بوست فيسبوك.
رأنا أن زادة we blame البلاتفورمز هذه على قلة الرياكتيفيتي متاعهم. أنت عندك مسؤولية قدام الكونتنت حتى ولو هبطوا، أنت عندك المسؤولية من بعد to verify أنا كي نعمل لك سبورت وتقعد 48 باش تفسخ محتوى فيه دعوة للكراهية، أنت هوني الغالط، أنت المنام وأنت هوني المامون نرفع بك قضية. لذلك رأى أنه حجز النواب لازم يكون عيب الشيء هذا، لخاطر فيسبوك راهو عنده امباكت كبير والعباد ما تصور في الفيسبوك تو يتحكم حتى في الرأي العام ويتحكم في الانتخابات السياسية ويتحكم في العباد شنو تخمم شنو ما تخممش. لذلك لازم تعمل قوانين باش تحمي المواطن التونسي، المواطن اللي خلينا نقول اللي ما نجمش يسأل شنو المحتوى هذا، المواطن اللي فيسبوك ينأثر فيه، لازم قوانين تتعمل باش زادة فيسبوك يكونوا عندهم مسؤولية للشيء. ميرسي ياسر. جست باش نربوندي على كلام ياسر. دقيقة بزي عليه 10 ثواني. مثلاً شيء صار في أستراليا وإنه قاموا نهار قال فيسبوك كله ما غير أخبار، نحولهم الأخبار جملة على خاطر الحكومة الأسترالية والبرلمان الأسترالي حابين يقاسي مع الفيسبوك إنه لازم يخلص الببليشرز في أستراليا على الأدز متاعهم. دونك تو سامبل ما كي ما قبلوش بلوكيو الأخبار اللي تعرض على الفيسبوك. ميرسي ليكم الكل، ميرسي سارة، ميرسي لؤي، ميرسي ياسر، ميرسي صديق. ميرسي سارة زيدا خاطر كملت معنا البانيل، كنت تقعد ساعة بارك يا أخي كملت معنا. دونك نمر لكم ليكم انتوما كلمة الختام، مازال عنا درجي. دونك تعطيني أنا كلمة الختام خلينا نمشي فيسا. في الاخر نحب نقول انه لؤي قالها الحكايه اللي هي الحل راهو في الحل اللي لازم يتخدم على الانترم في المشاكل نتاع الديجيتال كل الديجيتال ليترسي. لازم تتقرر الحكايه هذه، لازم رانا اكثر من 4 سوايع على تليفوناتنا. كيفاش بالوقت هذا كل ما تعلمش الشخص هذا كيفاش يستعمل الوسيله هذه بطريقه تنفع وبطريقه تخلي المنتل هيلث نتاعو بالانسد وتخلي الوعي نتاع خاطر العباد توا قاعدين نعيشوا في وقت نظرتنا للعالم ونظرتنا لبلادنا ونظرتنا للجد اللي تصير في الاخبار اللي قاعده تصير في واقعنا قاعدين ناخذوا فيها من التليفون. دونك التليفون هذا اللي فيلتري باش نقراو شنو نحن نشوف هي الحاجه صحيح وشنو الغلط. دونك كي ما تقرينيش انا استعمل التليفون هذا باش يصير الكوارث اللي تراو فيها الكل. دونك ما نقريني كيفاش نستعمل التليفون هذا. اخر حاجه باش نقولها تبع حتى ثلاثه واحد وقولي لكم زين باي. دونك نمروا كلمه الختام لساره. شبالي مش نقعد الاخرانية ميبا. حبيت نشكر اللي سمعونا الكل، اللي صبروا معنا الكل. حبيت زادة نقول لك كرياتور دو كونتينيو كي سون ريسبونسابل سون كونسيون لا ريسبونسابيليتي كي بورت او بريزيدون بوبليك، برافو كونتينيي نو سي ديجا مي ان فيت من الاول باش تبداو تخدموا من غير فلوس وتخدموا برشا زادة مي راهي وين فما نومبو دو فيو خاطر ان فيت لي سبونسور سون ان تي بو اولد سكول وين يورا دو لارجون فهمت كيما من الاول لي انستغراميز وقت اللي ولاو يبيعوا في الصحون اي سيتيرا ان سي جور بوتيتر اي فون فينانسي لا كولتور اي فون فينانسي لا بوليتيك اي فون فينانسي لا جيوبوليتيك معناها مش نقعدوا هكا سي جوست ان فيت اوني لا جينيراسيون ترانزيسيون فهمت باش نعيشوا بكل باش نخرجوا منها باش نكيتي با الحاجه الاخرى اللي حبيت نخدم بها زيدا العباد اللي تحب تولي جورناليست ولا كرياتور دو كونتينيو كرياتور دو كونتينيو اكسيتيرا نيزيتي با. هذه الحاجه اللي ما عملتهاش انا في الباك وننصح العباد الكل اللي باش يعملوا اورينتاسيون حتى في راهو مات ولا سيونس ولا ايكونومي ولا اللي هو فهمت امشيو احكيو مع العباد اللي مروا بالمرحله هذيك خذوا من عندهم المعلومات خذوا من عندهم التجربه نتاعهم. لو العباد الكل تحب تحكي على الباركور نتاعها دونك نيزيتي با اي نو كوني با سو الباركور خاطر chacun son vécu, chacun son expérience, tout le monde est négatif, tout le monde est positif, et qu'il fait des choix éclairés, y compris pour l'usage de la social media. Je vous remercie et très bonne soirée. Merci Loaï. مش باش نكمل بعد ياسر وصار بون ميرسي بوكو لكنتي سيرين وصديق على المودراسيون نتاعكم على كيستيون اللي انا نحكي في برشا مواضيع في الكرياسيون دو كونتينيو. اللي نحب نقوله تو سامبلومون هو انه الكرياسيون دو كونتينيو تنجم تكون
وسيلة باش نحسنوا من تونس كل سواء في الإيماج نتاعها تو ريز اويرنس باش نعملوا بريسيون على الديسيجن ميكرز باش نعملوا برشا حاجات بلي دوايي ادفوكاسي اللي تحبوا نتوما. نتمنى انه فما دي كرياتور دو كونتوني اخرين يخدموا في البوليتيك ولا في السوسيال ولا في الايكونوميك ولا في السيونتيفيك حاجه مهمه على الاخر. وان شاء الله نراك كصاد دي انيشيتيف عند المجتمع المدني كيف بروجرام شباب لايف والا دي بروجرام اخرين والا الدوله بيتها ان شاء الله كان يحن عليها ربي وتفيق وتعرف انه فما عبيد نجم تخلط اكثر دي جون خاصه في ديسنتراليزي في برشا مناطق في تونس وكيكا نجموا بالرسمي نحكيوا على ان بروجي باش نبنيه تونس وباش نحسنها وباش نقدموا كلنا مع بعضنا على خاطر كيف ما ديما نقول وانه تونس عندها الكاباسيتي كل شيء باش تولي بلاد باهية ومتقدمة تحترم روحها تحترم مواطنيها ونولي امورنا مريقلة. جوست العباد اللي تكره البوليتيك لازمكم الله غالب توثي بوليتيك شباب ديزولي دونك لازمكم تشاركوا في السياسة. En fait, Cyril, on y n'est pas parole, peut-être que l'OAI et l'ICAL et nous avons le potentiel pour avancer. Peut-être les deux éditions, les Khalilin, M. Sadim, il a prouvé que nous avons deux Tunisiens qui ont fait le final contre Abed, YouTube, qui est en train de faire le travail, qui est content creation, qui est en train de faire. Personnellement, je vois que nous, à part un ou pas كبير, قدم برشا لليوتيوب في تونس لو فات انه سام يوصل فينال لو فات انه فما شكون اخر وصل فينال زاد قبله جونغ هوني كان نحكيو على ليدي نتاع انه فما مازال فماش فلوس كذا اوكي مي انتوما يو شود كوميت لازمكم تكملوا علاش خاطر كان لوموا على لي ميديا مثلا علاش يعملنا في الابتذال خاطر الابتذال يجيب اودينس خاطر الاودينس يجيب فلوس كانش نقعدوا كيكا مش نقعدوا ديما في الابتذال اخ كو لازم العبيد تخدم في كونتنت كيفكم انتوما تصبر شويه باش شويه بشويه تبدا تفك شويه فلوس شويه بشويه بشويه لين يولي فما ايكيفالونس يولي فما ايكيليبر لازم صبر لازم وقت لازم لازم صديق يولي يرجع يعمل فيديوهات ويرجع يعمل ضيعت لازم لازم نخدم في منظمه نروح الخمسه نص المقاطع على الغالب دونك بالحق keep up the good work و جو فوا باللي باش يكون راهو مازلنا بعاد اوكي مي رانا ماشيين في خناية مزيانة برشا معناها في الكونتنت كريشن في تونس. قيتنا الاخر دونك ميرسي انكور اون فوا لي انترفونون الكل ميرسي للعبيد اللي حضرت معنا البانيل هذايا ان شاء الله تكون عامه الفايده ان شاء الله سايتي انتريسون وشورتو ماهوش مقلق دونك جو فوز انكوراج الكونتنت كرييترز اللي موجودين في تونس واللي قاعدين يخدموا في خدمه ياسر مزيانه نعرف لو تيغا ماهوش ياسر مزيان اما بون كوراج